بده يضل كتير هنيك؟ مش شغلة 15 يوم. لك أمي شلون بتأمني تبعتيه لحاله؟ إيه والله هالأيام الرجال صار بيخاف عليهم أكتر من النسوان. قولتك بس شو بدي أعمل يعني؟ لك أمي فهميني بقى، بدي ضل علمك؟ لازم تضلي تنقي على رأسه ليل نهار لحتى ياخدك معه، هيك إلك يعني؟ ماما صدقيني إذا بنقفق رأسه سنة بحالة ما رح يمشي الحال. وليش لحتى ما يمشي الحال؟ لأنه راضي رايح دورة تدريبية على حساب الشركة، مو رايح سياحة وشم هوا، يعني كيف بده ياخدني معه؟ طيب وهي الدورة ما بياخد عليها قرشين نضاف؟ بلا، بده يطلع له منها حوالي شي 100,000 ليرة. عظيم كتير، خليه يحط هال100,000 تكاليف سفرتك وياخدك معه، شو بصير يعني؟ تخرب الدنيا؟ لا أيوه، هاي 100,000 ليرة بدنا نوفي فيها ديوننا، مو بدنا نعمل فيها سياحة. بتضلي غشيمة وعلى نياتك طول عمرك. في وحدة عاقلة بتقبل إنه جوزها يتركها 15 يوم ويقعد لحاله وين؟ بإيطاليا. ماما بالنسبة لراضي أنا مأمنت له كتير وبثق فيه، بعدين مثل ما بتعرفي راضي قلبه أبيض وهيك نقي مثل حبات المطر. وفي شغلة تانية لازم تعرفيها، راضي مستحيل يحب وحدة تانية غيري حتى لو كانت ملكة جمال إيطاليا. إيه حاجتك بقى حاجة، إيه والله لو بصح إنه لفاية من السنغال ما بيوفرها. اسمعوا على الحكي، أنا مأمنة بالرجال مثل المية بالغربال. ناهدة شو حبيبي؟ وينك؟ ليكني هون. شوفي 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 شو صار بالمصان، مثل ما ماسح فرد شكل. يبعث لي حمى ان شاء الله، حلت عليه بلوزتي. ما الله يصلحك يا ناهدة، ليش حطيتي بلوزتك مع قمصاني بالغساله فرد وجبه؟ شوفي شوفي لك شوفي مرت عمي، شايفه تقبرني ولا ما توقعت تحل؟ وحيات الله ولك حبيبتي قماش وطني هاد، شو ما توقعت تحل وطني. طيب خلص حبيبي بسيطه، سامحني هالمره انا اسفه. ماشي الحال مو مشكلة، بس كنت ناوي آخذ معي هالقمصان على إيطاليا، شو بدي أعمل هلا؟ وليش كنت ناوي تأخذ كل هالقمصان على إيطاليا؟ كلهم 6 قمصان، استكترتيهم علي مرت عمي. إيه حاجتك بقى، قميصين 3 بيكفيك، شو رايح تعمل عرض أزياء؟ ما بيقدوا مرت عمي، صدقيني ما بيقدوا، لأنه أنا هنيك ما راح أفضى أغسل وأكوي و يعني بتعرفي، أصلاً مو واردة هالشغلة، ومشان هيك حسبت حسابي بكم قميص زيادة. صحيح، الحق معك، أكيد ما راح تفضى تغسل وتكوي. معقولة واحد رايح على إيطاليا يقضي وقته بالغسيل والكوي؟ والعمل هلا شو بدي ألبس هنيك؟ خلص حبيبي خلص، شبعنا محلولة من وصلتك لهنيك، اشتري لك كم قميص وصلى الله وبارك. خطر ببالي هيك شيء؟ مو إنه ما خطر، بس هنيك يا ناهدة القمصان غالية وأنا مالي ناوي أتبحتر بهالسفرة، بدي ضب إيدي شوي حتى وفر وفي دناتي. أصبح خلص، اشتري من هون قميصين 3 ودبر رأسك فيهم، ليش كل اللعي اللي بلا طعمة؟ ماشي الحال، وهالقمصان هدول شو بدنا نعمل فيهم؟ لك الحشم من ايدك بقى، انا بعطيهم للناطور ابو حسان. طيب وهي لحشناهم. هلا اقعد واشرب قهوه، شبك حايس ولايس؟ مالي حايس ولايس، روحي اقعدي هنيك. تفضل سامي. لا حول ولا قوه الا بالله، لك شو هاد؟ شو هاد مرت عمي؟ تبعت لي حمه تسلق بدني على العمله. مو بدنك اللي سلق، بدني اللي سلق، لانه مثل نار القهوه. ان شاء الله لا تواخذني صهري، انا اسفه كثير، ان شاء الله لا تواخذني. امنت بالله على هالنهار، لك هي البيجامه يلي كنت بدي اخذها معي لايطاليا، هي بالذات. استقبرني معلش، قوم قوم انقع بالمي قبل ما تذبح القهوه، قوم قوم. لا حول ولا قوه الا بالله، وجاءنا عزيز كتابكم في احلك الاوقات. بعث لي حلم ان شاء الله. والله يا ناهدة قلبت قدت كمشي على العملة اللي عملتها مع جوزك، لي على قامتي إن شاء الله، شو بده يبربر علي هلا؟ يلا أمي مو مشكلة، بسيطة بسيطة، شو صار يعني؟ قلتك بيكون زعل مني ما هيك؟ لا أمي لا أبداً ما بيزعل، بعدين راضي قلبه أبيض كتير مثل النفجة. إذا كان هيك منيح طمنتيني، حاكم الرجال ما بيصدق إمتى يمسك ممسك على الحماية. ناهدة أنا رايح، بدك شي عيني؟ لا حبيب قلبي سلامتك مهونة يا رب. الله يسلمك خاطري، مع السلامة. صباح الخير استاذ راضي.
اوف 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 ضو السياره مكسور مين كسره دخيل عينك لا تاخذني انا اسف كثير وخجلان منك انت اللي كسرته غصبا عني كنت عم دور بسيارتي وعلى ما يبدو ما كبرت كوعي كثير قمت نكشت لك الضو نكشه صغيره لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم استاذ راضي انا بكرر اسفي مره ثانيه بسيطه جار بسيطه ولا يهمك حصل خير يعني سامحتني يا سيدي سامحتك شو بدي ساوي لك هان علق مشنقتك سامحتك سامحتك بقلبي الكبير الشغلة مو محرزين حكى فيها يا عيني عليك شو إنسان شهم وقلبك أبيض مثل دمعة المطر خاطرك شهر الله معك حبيبي الله معك مهون إن شاء الله يا لطيف شو انسلق بدني لما سفقت جوزك على ظهره بالمقشة عم قلك حسيت الأرض انشقت وبلعت شو يعني ما كنتي شايفتي؟ ما كنت شايفة حدا قدامي لأنه هالمغضوب ابني كان عاميلي على قلبي عمي من برادته وفعايله الناقصة ولا يهمك حبيبتي بسيطة حصل خير بدك الصراحة أنا لما شفت المقشة طجت بظهر جوزك الأستاذ راضي قلت لحالي رح يهجم علي وياكلني بلا ملح لأنه مو قليل منه واحد طالع من بيته بأمان الله من على بكرة الصبح يتصبح بمقشة عم تطجله ظهره طج معك حق مو قليلة أبدا بس ريته ما يبلع على هالأكابرية الله وكيلك بيحط راسه بالأرض مثل الغنمة ولا حكى كلمة واحدة برات الطريق بتعرفي شو قال لي؟ قال لي معلش جارتنا حصل خير ولا كأنه مسفوق على ظهره بالمقشة صحيح لأنه راضي بالعادة مسالم كتير ونادرا ما يعصي يعني قلتك بيكون الأستاذ راضي زعل مني شي؟ لا ليش لحتى يكون زعل لا ما زعل بتعرفي راضي كتير قلبه أبيض وهيك نقي مثل حبات المطر الله يخلي لك يا بالفعل قلبه أبيض والحمد لله وألف الحمد لله أنه أجت المقشة على ظهر جوزك ما أجت على رأس حدا تاني من الجيران والله كان عمل لي فضايح إلها أول ما إلها آخر شفتي؟ شفتي قديش حظك حلو؟ شربي قهوتك شربيها يخلي لك يا إلهي أنسة رهاف ناوليني مخطط الأساسات الرئيسي تبع بناء الشركسية لو سمحتي ليش مو عندك على الطاولة؟ لا مو عندي مو مبارح طلبتين مني لحتى تشوفي التعديلات إيه صحيح تركت لك يا هون فضل أستاذ عمى شو هال؟ رهاف؟ معقول؟ خير استاذ في شي؟ شو خير؟ مو شايفة هالبعة يلي بنص المخطط؟ بلا شايفتها منين اجت هالبعة؟ انا اسف كتير استاذ مبارح لما كنت فارد المخطط على الطاولة مدلق عليه فنجان القهوة مدلق الفنجان على المخطط؟ يعني ما حريلك تشربي قهوة الا فوق المخطط يا رهاف؟ لا تأخذني استاذ فعلا انا اسف كتير ماشي الحال مو مشكلة ما رح أعملها قصة بس بهالصورة رح أضطر أرسمه من أول وجديد يلا أستاذ تتسلى في على مهلك بتسلى في على مهلي ولك تسلمي لقلبي يا حق شو إنك فايقة ورايقة يا رهاف قال بتسلى فيها هو الحق معك ها لأنه أنا فاضي أشغال وناقصني شوية تسلاي على كل حال إيمي من وشي هلا لأنه ما رح أقدر أشتغل فيه إلا بعد رجعتي من إيطاليا صحيح أستاذ أنت بدك تسافر على إيطاليا؟ هو المفروض لأحد الجاي بس والله ما بعرف ليش ما حجزوا لي لحد هلا وليش هيك مبردين قلبهم المفروض يحجزوا لك قبل بوقت لحتى ما تروح عليك الدوره اي والله يا رهف معك حق لازم يسرعوا الاجراءات اكثر من هيك طيب ليش ما بتفوت لعند المدير وبتتابع الامور بنفسك فعلا مو انت اللي قلتي ليش ما بفوت لعند المدير اذا حدا سال عني انا عند المدير حاضر استاذ ومين قال لك انه نحن مقصرين؟ الحجز خلص مشي حاله وثبتنا لك يا يوم الاحد الساعة 5 على الطيارة السورية عظيم كتير استاذ بس صدقني ما حدا بلغني شلون ما حدا بلغك؟ مدير الشؤون الإدارية والقانونية ما خبرك؟ خبرني بشو استاذ؟ الحقيقة يا استاذ راضي صار في مستجدات بموضوع البعثة ما فهمت عليك مستجدات شو؟ يعني بصراحة نحن بدنا نعتذر منك عفوا؟ تعتذروا عن شو؟ عن البعثة والله ما فهمت يمكن انسطم فهمي شلون يعني تعتذروا؟ ولا يهمك أستاذ راضي راح أفهمك نحن بالمؤسسة يا أستاذ راضي في عنا اعتبارات خاصة وبتعرف هالشي وفي عنا مقتضيات عامة تعتمد الأولويات ولحتى نقدر نوازن بين هالاعتبارات الخاصة والمقتضيات العامة بطريقة ما تخل باستراتيجية وسياسة الشركة
نضطر أحياناً لاتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الفورية. أستاذ بترجاك عطيني من الآخر، لأنه بصراحة أنا بضوج كتير من المقدمات الإنشائية. أوكي أوكي مهندس راضي، راح أعطيك من الآخر. يا سيدي بصراحة نحن عفيناك من هالبعثة ورشحنا بدالك الأستاذ مصعب. عفيتوني من البعثة؟ شلون هيك؟ هيك هذا اللي صار. بس أنا جهزت حالي وحكيت قدام الناس أني مسافر على إيطاليا وبنيت آمال كبيرة على هالبعثة، وبصراحة أكتر صرت شوفها بمنامي يا أستاذ. بعدين الأستاذ مصعب يعني مع احترامي الشديد له، إيه ماله مهندس ولا بطيخ مبسمر ولا ما يحزنون، يعني الأستاذ مصعب خريج مكتبات ودورة إيطاليا يا أستاذ، دورة فنية هندسية بحتة. معلش أستاذ معلش، نحن بنعرف هالمعلومات هي، ما في داعي تعيدها وتفتحها قدامنا. مثل ما قلت لك نحن عنا اعتباراتنا الخاصة. يعني ما في مجال تعيدوا النظر بهالقرار أستاذ كرمال خاطري. آسفين كتير يا راضي، ما في مجال منه، لأنه نحن عنا اعتبارات خاصة. كي أستاذ خلاص ما في مشكلة، يعطيكم العافية. الله معك. شو آسفين كتير ما آسفين كتير؟ وين بتنصرف هاي؟ ما بعرف، يمكن ببنك الاعتذار العالمي. يعني طارت البعثة؟ اي نعم يا ستي طارت وما حدا سمع عليها. ألو نعم. أهلين أهلين وسهلين. شو هالحكي؟ طار المدير؟ أوف 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 على هالخبرية. وين طار؟ أيوة فهمت عليك. وينه هلا؟ بيت خالته؟ كمان؟ العمى معناها القصة كبيرة كتير. وينك؟ الله يرضى عليك، شو بيصير تطورات؟ بالتفصيل بتخبرني إياها وبسرعة. أيوة إيه إيه ولا يهمك، رح أضل جنب التليفون. إيه الله معك، مع السلامة. خير شو في؟ طار المدير وهدى بغرفة السجن بعدرا، والدنيا مقلوبة فؤالي تحتاني بالشركة وأنا مدريان كأني على البركة. ليش شو صاير؟ قال التفتيش كامش عملية اختلاس كبيرة عنا بالشركة، هيك قالوا. أوف، منو هذا المختلس بقى؟ قال مبدئياً توقف المدير ومعاونه وأربع موظفين كبار رهن التحقيق، ولسه الحبل على الجرار والقوائم تلي تباعاً. معناها الشغلة كبيرة كتير. إيه والله يا ناهدة، هيك يبدو. وانت؟ شو بني أنا؟ حبيبي، اوعى يكون في عليك شي. ها؟ أنا؟ ليش شو دخلني أنا؟ عم قلك قضية اختلاس، بقى من أيمتى كنت أنا مد إيدي على مال الناس وأختلس؟ أنا إذا مرقت قدامي بنت حلوة ما بختلس النظر. لك لا، بعرفك ما بتختلس، بس ليقوموا يلزقوك شي تهمة يروحوك فيها. ليش لحتى يلزقوني بقى؟ لأنه فاحت الريحة بشركتكم، والصالح رح يروح بين رجلين الطالح. لا لا ما بظن، شو الحكي؟ لا تأمطي لي قلبي، أنا بعيد تماماً عن كل هاللغوصات. يو، مين هو هادي اللي رح يجينا بهالوقت؟ مين يعني؟ أبو حسان الناطور، يمكن ما عجبوه القمصان. أهلا وسهلا. هون بيت المهندس راضي منتاش؟ اي نعم هذا هو بيته. حضرتك؟ اي نعم حضرتي، انا راضي ملتاش. يا ريت تشرف معنا لو سمحت. لوين بتشرف؟ لوين بده يشرف؟ استاذ راضي انت موقوف، فيا ريت تشرف معنا وبدون اي شوشره بيكون افضل. موقوف؟ انا موقوف؟ شو عم تحكي انت؟ اكيد في غلط بالموضوع يا اخ، لانه بيت ملتاش كتار الحق بايده. استاذ راضي قلنا لك بدون شوشره لو سمحت. يا اخي انا مهندس بشركه البناء ومالي مشاكل ابدا، تعدمني يعني تعدموني ان شاء الله. استاذ راضي انت موقوف بقضيه بتخص الشركه، فيا ريت تشرف معنا. هلا ولا في معي وقت؟ لا ما معك وقت. الله يرضى عليك ناهدة، اتصلي لي بالمحامي خليه يلحقني. المحامي بده يلحقني، لوين؟ شو العنوان؟ تقبرني خلص لا تاكل هم، روح انت وانا بتصل فيه، بعت لي حمى عليك ان شاء الله. طيب بايش بنروح؟ سيارتنا سيارة الدورية. سيارتي مو اقدر لي؟ والله اقدر، لا لانه سيارة. شو هتطلع يا جماعة على اهلكم علي؟ علي.
رحتي زرتي اليوم امي؟ اي ماما رحت. وشلون لقيتي؟ ان شاء الله اطمنتي عليه. لا والله ما اطمنت عليه. ليش امي؟ شو في خير؟ لانه راضي معنوياته تعبانه كثير. ليكون يا ناهيدا مخبص له شيء تخبيصه ونحن ما لنا حاسين. شبنا امي ما لقيتي غير راضي يخبص. لك ليش لهلا حابسينه؟ هي بالحساب رح يصير له شهر. ما هو هذا اللي رح يجننه، صار له شهر موقف لحد هلا ما سألوه ولا سؤال. فعلا شغله غريبه. ما عرفتي ليش موقف لهلا؟ قال مشان قضيه الاختلاس اللي صارت بالشركه. يعني هو له يد فيها؟ منين يا حسره؟ لا له ايد ولا له رجل. بعدين شبنا امي؟ انت ما بتعرفي لراضي؟ راضي بيمشي الحيط الحيط وبيقول يا ربي الستره. لا تأخذيني يا أمي، يعني والله هالشغلة بتخلي الواحد يروح فكره شمال ويمين. طيب طالما ما إله يد فيها، ليش موقفينه لهلا؟ قال لأنه لسه ما أجا دوره بالتحقيق. القضية كبيرة كتير وموقف فيها شي 15 موظف. لا حول ولا قوة إلا بالله. منين إجتكم هالمصيبة؟ ما بعرف. والله خايفة ورطوه شي ورطة، أو يلزقوه شي تهمة ماله فيها. إلا أنت الثانية مو لهالدرجة. يلي بيقصده أمي إنه راضي ماله ولد صغير وبيقدر ينفد حاله من هالقصة ويطلع منها مثل الشعرة من العجين. يا حسرتي عليك يا راضي، ما بيكفي إنه طارت باسة إيطاليا، كمان انلحش بالسجن. أنا ما عم بفهم ليش هيك عم تعكسوا الأيام. أدخل. تفضل تفضل. شكرا يا سيدي. شرب مي برياك شوي. الله يعزك يا سيدي. يسلم ودياتك يا سيدي. اهلين. ايه سيد راضي من اولا؟ مروا سيدي انا جاهز. بدنا اياك تكون متعاون معنا بالتحقيق، يعني ما تخفي ولا معلومه، فهمان شو عم بقول لك؟ انت شاب مثقف وفهمان وبالنهايه بتعرف صالحك. انا جاهز يا سيدي، بس بصراحة لحد هلا ما عرفت شو تهمتي. شو تهمتي أنا سيدي؟ شو هالحكي؟ لهلا ما بتعرف شو تهمتك؟ سم الموت يا سيدي، الله لا يعرفني بحكمي إذا كنت بعرف، والله ما بعرف. راضي ملتاش، راضي ملتاش، راضي ملتاش. هي راضي ملتاش، مكتوب جنب اسمك هون 3,168,450 ليرة. عفوا شو هدول سيدنا؟ شو هدول؟ عم تغشم حالك يعني؟ هذا المبلغ اللي مختلسه. أنا مختلس 3 ملايين سيدي. 3,168,450 ليرة. والغريب بالموضوع إنه ما في معلومات لا ضدك ولا معك بهالإدبار، يعني إدبارتك فاضي. عفوا يا سيدنا، بس ممكن أعرف منين إجا هالرقم؟ يعني بناء على شو عم تتهموني هالاتهام؟ بدك الصراحة كمان أنا مستغرب مثلك. قلي لي شوف قدي صلك موقف عنا؟ شهر وأربعة أيام يا سيدي. بسيطة بسيطة. ألو ألو، احترامي سيدي. طبعا طبعا شغالين فيها القضية سيدي. وبالنسبة للمهندس راضي ملتاش، اسمه مكتوب عندي وجنب اسمه في رقم المبلغ اللي مختلسه، بس نتيجة التحقيق والتدقيق ما طلع بإدبارته ولا معلومة. ممكن تكون سيدي يعني الإدبارة ناقصة. معكم سيدي. أيوة سيدي. معقول سيدي؟ ما في شيء أبدا؟ كيف صار هيك؟ طيب طيب سيدي. لا بس هو صار له موقوف عنا شهر وأربعة أيام. طيب 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 أنا رح أتصرف بالموضوع. مع السلامة. احترامي سيدي، مع السلامة. فعلا شيء غريب. شو هذا؟ في حرف ممحي جنب اسمك. عفوا قديش رقم تليفونك؟ 368,450 سيدي. هي بينت الخربطة، نفس الرقم تمام. عفوا سيدي ما فهمت عليكم. استاذ راضي الرقم مكتوب جنب اسمك هو رقم تليفونك، ونحن فكرناه المبلغ اللي انت مختلسه. ايه وشو يعني؟ يعني الف مبروك، ما طلع عليك شيء ابدا، انت براء.
براءة؟ وال 34 يوم يلي التحشت فيهم بالسجن يا سيدي؟ لحنا آسفين يا أستاذ، وأنت مثل ما أنك شايف هذا خطأ بسيط، دخيلك لا تواخذنا، وأنت مثل ما بتعرف إنه هيك قضية بيحصل فيها أخطاء كتير، وما حدا معصوم عن الخطأ إلا الأنبياء، وأنت ما شاء الله حولك يعني شاب مثقف وأكيد رح تقدر الموضوع، بس فظاع على النفي، رقم تليفون خلانا نوقفك بلا طعمين. شايف على النفي؟ شايف ما أحلاها؟ أستاذ بإمكانك هلأ تروح على بيتك، لحنا أطلقنا سراحك، وأنا بكرر اعتذاري وأسفي الشديدين مرة تانية. لا بسيطة يا سيدي، حصل خير مو مشكلة، أنا طول عمري يا سيدي متسامح جدا وقلبي أبيض مثل نقطة المطر. على كل حال كسبنا معرفتك. أنا يلي تشرفت بمعرفتكم، فرصة سعيدة كتير يا سيدي. يا أهلي وسهلين، بزورنا لا أضغط. لا ما بغط إن شاء الله، بزوركم إن شاء الله بزوركم. تفضل حبيبي. يسلم وديات إن شاء الله. صحتين وهنا. هي بعت لي حمى لدعت لسانك، ما سخنة عليها سخنة؟ لا 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 مو لدعت لساني، بس ما بعرف طالع لي حبة صغيرة براس لساني تحرقني كتير كل ما بشرب شي سخن. من إمتى طلعت لك هالحبة؟ من وقت ما كنت موقوف من غير اليوم. لا يا راضي الله يصلحك، ليش ساكت لهلأ؟ ما تورجي لشي دكتور؟ معك حق فعلا، ما عاد ينسكت عنها ابدا، من بكره لازم شوف دكتور. مد لسانك لشوف. ضب لسانك. من امتى طلعت لك الحبه؟ يعني بدك تقول من شي 20 يوم تقريبا. وليش ساكت عليها لهلا؟ الحقيقه انا لما كنت ببعثه بايطاليا. ليش ما راجعت طبيبك هنيك؟ قلت اخصائيين اورام بايطاليا؟ نعم اورام. استاذ راضي انا رح استعمل معك الصراحه على الطريقه الامريكيه، والمصالحه بين المريض وطبيبه صارت واجبه هالايام. ليش؟ خير في شيء دكتور؟ انت معك ورم بلسانك. ورم بلساني؟ اي نعم، وفي احتمال 95% يكون هذا الورم خبيث. شو هالحكي؟ ورم خبيث؟ معلش استاذ راضي، انا من مدرسه الاطباء اللي ما بيحبوا يخفوا شيء عن مريضهم، يعني المريض لازم يعرف حقيقة مرضه لحتى يعرف يتصرف على أساسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شو الحل دكتور؟ ما في علاج لهالحالة؟ أنا برأيي نستأصل هذا الورم الصغير قبل ما ينتشر ويصير كبير، يعني ويخرج عن نطاق السيطرة. شو؟ شو بدنا نستأصل؟ شقفة من لسانك. بدك تقص لي لساني؟ مو كله، شقفة صغيرة بس. بس دكتور لسانك؟ لك لسان مو اي شيء تاني، مو مسخرة، يعني اي شقفة بتنقص منه بجوز تأثر على نطقي دكتور. هو بصراحة انا ما بخفيك النطق ممكن انه يتأثر، ولكن تحت ضغط مصلحتك لابد من عمل جراحي، وإلا رح ينتشر المرض بكل حلقك، ساعتها انت المسؤول عن هذا الشيء. امتى بتحب حدد لك موعد العملية؟ والله يا دكتور ما بعرف حدد. لازم تعرف. اصبح حدد انت دكتور، حدد. قصوا لي لساني يا ناهدة، شفتي شو عملوا فيه؟ ما عاد طلع معي حس السين ولا بشكل من الاشكال. بكره كل الناس بالسارع بتصير تتمسخر علي. طول بالك حبيبي، طول بالك، بعدين قول الحمد لله يلي هيك مو اكثر. لسو كان بده يصير اكثر من هيك؟ يعني يقصوا لي لساني كله؟ هات يلي كان ناقص والله. لك لا حبيبي مو هيك قصدي. خلاص حافة بقى يا حافة، عرفت شو قصدك. على كل حال أنا بدي روح شوف الدكتور هلا، بدك تسي مني؟ اليوم رح تطلع نتيجة التحليل؟ اليوم رح استلم النتيجة، وبعدين منها بدي روح رافع الدكتور. رايح البس ثيابي، يلا سلام. تفضل أستاذ راضي. هاي النتيجة. طمنيني الدكتورة ثوثان، شو طلعت النتيجة؟ الحقيقة أنا مستغربة شوي. وليش مستغربة دكتورة ثوثان؟ يعني أول شيء نتيجة التحليل سلبية تماماً. سلبية؟ شلون سلبية؟ تاني شيء هو الأهم، إنه ما في أي ورم بلسانك من أصله، لا سليم ولا خبيث.
لا سليم ولا خبيث. شو كان معي لك؟ يلي كان معك استاذ راضي نوع من الفطور، يعني كان ممكن يتعالج بالأدوية وما كان في داعي ابدا للعملية. شو هالحكي دكتورة سوسن؟ يعني كان ممكن طيب بدون ما يقصوا لي لساني؟ بدون ما يقصوا؟ على كل نتيجة التحليل بتأكد هالشي. فظاعة على هالغلطة. أنا أول مرة بحياتي بتعرض فيها لهيك موقف. الحقيقة أنا ما كنت متوقع هيك نتيجة أبدا. شو يعني؟ يعني كلام الدكتورة سوسن بوراي مزبوط، صار في معنى خطأ بالتشخيص. بقى دخيل عينك يا أستاذ راضي، لا تأخذني، أنا آسف كتير. آسف كتير؟ لك شو فائدة الأسف بعد ما نقص لساني؟ وين بينصرف هذا الأسف تبعك؟ يا أستاذ راضي مساح وشك بالرحمن، يعني الدكتور كمان إنسان وبيغلط، وأنا بجلالة قدري عم اعتذر منك وأطلب السماح. ولك حازي اعتذارات بقى حازي يا شو يعني؟ إذا كنت أنا متسامح وقلبي أبيض بتركبه على ظهري لسه وين ما رحت؟ أرفين الزارة استفقتني بالمقسة، أرفين المهندسة سفحة القهوة على الرسم الهندسي تبعي، أرفين سحبوا مني البعثة، أرفين حبسوني بالسجن سهر زمان من دون ما يسألوني سؤال واحد، أرفين قصيتولي نص لساني، أرفين وبعدين بقايا وبعدين شو آخرة الأسف هاد؟ شو آخرة الأسف؟ كل سغلي آسفين بسيطة بالسبب سواتي أزوم زوم زوم. العمى في قلبك العمى، لك انت حماله لا ولا شو ضربك على خربك ولا ها؟ اسف يا سيدي اسف، قلنا لك اسف يا سيدي. انا اسف كثير. صافي يا ابو هزاع، ليش تاخر؟ والله ما بعرف، يعني لو رايح يجيب الشطرنج من الشام كان رجع. لك اخي ليش الشطرنج؟ خلينا نتساير مع بعض شوي. يا سيدي بنتساير، بس انا ما بيهناني عيش الا حتى اغلبه. يا سيدي ها ليك اجا. شو يا؟ طولت الغيبه ورجعت بالخيبه. شو وين الشطرنج؟ لك بلا شطرنج بلا بطيخ مبسمير، انا وين وانتو وين؟ ليش شوفي؟ جايين وراي ثلاث بنات بيطيروا العقل، بياخذوا ضبنات العقل، ملكات جمال مو هيك، عارضات ازياء، لا، بيقولوا للقمر قوم لنقعد محلك. شو الحكي؟ وينو؟ ها؟ ليكن اجوا، شوفوا لي هالشوفه مشان الله وقلوا لي اذا كان الحق بايدي ولا لا. يا سلام، فعلا شحوا كتير. شو هاد يا؟ لك عم قلك طرمخوني طرمخة. لك يا أرض احفظي ما عليكي. خلاص يا جماعة، شو بكم اتاخدتوا؟ خبروا عالكم شوي. ليش لسه فينا عقل؟ لك مشان الله اسمعوا صوت حكاتهم محلاها بلابل شحرير يقبر عظامي قبر. هلا أنا هاي خيلك وقعتي بالمي. يا الله، مين بده يجيب لنا اياها هلا؟ أنا مالي علاقة، عمره ما تنجاب. ولا يهمكن يا صبايا، ولا يهمكن. لحظة محلولة. لحظة اتفضلي يا قطة. تسلموا ايديك عمو. الله يسلمك. لا عمو، انت كنت تشتغل منقذ بزمانك شي؟ لا ما اشتغلت منقذ، بس كنت مساعد بالشرطة، ويا ما مارق على هالراس اخطار واهوال. طيب عمو، انت مساكت شي حرامي بزمانك؟ حرامي واحد؟ قولي 100-200 اذا ما كانوا اكتر. وما قوصوا عليك مثل الافلام؟ يقوصوا ليشبعوا. اصلا رصاص الحرامية ما بيخوف. عمو ممكن تاخذ لنا صورة؟ ايه على عيني وراسي، بس بلاها كلمة عمو. هلا
ها سلام. شكرا عمو. عفوا بس ملاها كلمة عمو. باي يا شب. الله معكم، مع السلامة يا حبيباتي. الله معكم يا ريم الفلا، يا غزلان البوادي، الله معكم. لساته قلبك اخضر يا ابو هزاع. وراح يضل اخضر طول عمره، والله بموت اذا يبس. لكان والله بتصيبني جلطه. بس بدي اسالكم بالله عليكم، بالله هدول نسوان ويلي عنا بالبيت نسوان؟ نسوان بهي معك حق. الله وكيلك اللي عندي لكل فيل بيستحي من سمنها. انا اللي عندي بالبيت ما له سيره غير شو رايك بطبخي؟ شو بدنا نطبخ اليوم؟ انا عازمه صهري، شو نطبخ له؟ كاني متجوز طباخه. انا مرتي الله يصلحها ما عادت حطت على وشها لا ابيض ولا احمر ولا اخضر من اكثر من 20 سنه. ليش لا تسالوني؟ جواب ما عندي. ولك خلاص يا جماعه، ذوقوا على حالكم بقى. شو صار لكم؟ واحدكم صار عمره 65 سنه ولسه بدكم تحكوا بهالمواضيع؟ ليكم مين عم نحكي ليكو؟ لك حبيبي انت متجوز تنتين ومجدد شبابك وما حدا قدك، مو مثل حكايتنا نحن المعترين. الحبيبه لانه وحده للنهار وحده لليل. مساء الخير. مساء الخيرات. شو اجيت؟ لا والله ما اجيت. شو رايك بدي اتاخر نص ساعه؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ شو صاير لك؟ مو صاير لي شيء. حط لك عشاء؟ هلا انت مالك سيري الا الغدا والعشاء والفطور؟ شو بدي اسالك لكان؟ لا تساليني شيء. شو هاد اللي لابستي؟ شو هاد يعني؟ روب البيت. شو هي اول مره تشوفني لابسته؟ ما عندي غيره. عندي غيره بس هذا بيريحني كثير. وين المشكله؟ المشكله اني انا مالي مرتاح. وهذا شعرك ليش هيك منفوش مثل صوف الخروف؟ ما فضيت مشطه. وليش ما فضيت يا حبيبتي؟ لك العمى، الوحده منكم بس تتجوز ويجيها كم ولد ما عم تسال عن جوزها منوب، منوب كانه خروق. طيب شو اعمل لك؟ سالتك اذا بدك تتعشى ما رديت علي. ولك اخ. لوين رايح؟ لك لوين رايح يعني؟ رايح اندفس بفرشتي ونام احسن لي. يلا لاحقتك بس لاكوي هالتياب. على مهلك، كويون منيح حبيبتي، كويون. يو شو صاير له هالرجال اليوم؟ عم يخانق تبان وشو؟ طيب عمو، انت ما ساكت شي حرامي بزمانك؟ حرامي واحد؟ قولي 100 200 اذا ما كانوا اكتر. ما قوصوا عليك مثل الافلام؟ شو نمت؟ ما حلك تنام لسا؟ لك شو بدك؟ فيش المكواية عطل، قوم صلحه. اوف، اصلا هذا الشاطرة فيه انت، تعا ركب وتعا صلح وتعا قيم وتعا حط. شو هاد يا حرق اخذت حالي على عيني. على مهلك هزيع الله روحك. صباح الخير. صباح الخيرات، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا. حضرتك ساكن هون؟ اي نعم، بالطابق الثالث. وانا رح صير جارتك فوق. اسمي فاتن برما، استاجرت الشقه يلي بالطابق الثاني. تشرفنا. تشرفنا يا انسه. انا عباس كعكع، مساعد بالشرطه، متقاعد. مساعد بالشرطه، اهلا وسهلا. بتريدي شي مساعده؟ اي والله يا ريت. ولو تكرم عينك. هاي اللهم زيد وبارك. يلا يلا.
هلا غلي قلبي عليك، صار لك ساعه نازل، رحت تجيب الترياق من العراق؟ عاونت جارتنا الجديده بنقل العفش. ومينو هاي جارتنا الجديده؟ لك وحده اسمها فاتن برما، استاجرت شقه ام محمود. ايوه، وش بتشتغل حضرتها بقى؟ لك عشان بيعرفني عم يقولوا بالاخراج. شوف حبيبي، البناية الثانية الطابق الرابع أول باب على اليمين. ماشي. يلا لا تأخر. ها دخلها. مين استأجر بيت محمود؟ واحدة اسمها فاتن، بس باين عليها شيء أكابر. ما هي أكيد ما في شك. متزوجة شيء؟ عم بيقولوا لا. يعني هلأ ساكنة لحالها؟ أي لحالها. يا لطيف ألطف. مساء الخير أنسي فاتن. أهلين سيد عباس. محسوبك أبو هزاع. أبو هزاع أهلين. هاتي الأغراض من إيدك. هاتي. لا معلش. لا 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 أعوذ بالله عذابك راحة. لا 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 ولوي خلي لي إياك يا رب. يسلم إيديك. الله يخليكي. سيد أبو هزاع. مري. بدي أسألك، أنت كم سنة خدمت بالشرطة؟ يا ستي خدمت بالشرطة 33 سنة وخمسة شهور وطلعت تقاعد من سنتين. والله معناها شفت حوادث كتير بحياتك. ما حوادث وأهوال ومخاطر واقتحامات واشتباكات ومداهمات، شو بدي عد لعد إلك؟ يا لطيف يا لطيف. قلعت أسناني بهالشغلة يا أني سيفاتين، وأبو عبدو بهاء كان يعتمد علي كل الاعتماد. بتعرفي إنه أنا اللي مسكت اللص المشهور خطاف الهوى، والحرامي سراء الكحل، والمجرم بعاش بطنه؟ يا سلام عليك، بس والله ما كان عندي خبر. شلون ما عندي خبر؟ بيصير هيك يا أنسة فاتن؟ الجرايد كلها كتبت، والتلفزيون حكى، والإذاعة بسي. طيب سؤال أبو هزاع. تفضلي. يعني أنت المساء وين بتروح عادة؟ والله غالباً بروح أنا ورفقاتي على القهوة. حلو. أصبح شو رأيك احرمهم منك اليوم بس، وإعزمك على فنجان قهوة، هذا إذا أنت بتريد طبعاً. ولو على عيني وراسي، ما في عندي مانع منوب، بس على حسابي. ها أنا على حسابك. على حسابي. خلص خلص سيدي على حسابك، بس بشرط بدي إياك هيك يعني تحكي لي كل شيء كل شيء أبو هزاع عن مغامراتك أيام الشرطة. أنا جاهز لعيونك أنا زفاتي. خلص. يا أهل إيه سيد أبو هزاع، بدي إياك تحكي لي بالتفصيل عن أخبارك بالشرطة، هذا إذا ما عندك مانع. لا لا أبداً ما في مانع، بس بترجاكي لا تقولي سيد أبو هزاع، يعني لا تحطي حواجز بيناتنا حتى تحلو الجلسة وأشعر إنك قريبة مني. شو بدي نادي لك لكان؟ أبو هزاع بكفي، وإذا بتنادي لي عباس بكون ممنونك. طيب يا عباس، فيك تحكي لي عن أيامك وقت الشرطة؟ الحقيقة يا فاتي، أنا لما كنت استلم رئيس مخفر بشي حارة أو ضيعة، أول شي كنت أعمله إني خلي العالم ترجف مني أصب، وإذا طلعت دورية كنت أمشي بالطريق إيدي بقفة ظهري وأنا ماسك الخيزراني هيها وعم بمشي مثل المهر. طب شلون كنت تمشي؟ بشرفك تفرجيني شلون؟ والله الواحد بينسى وبيستحي كمان، يعني لأنه طيب طيب على عيني وراسي. يعني هيك شيء والله الواحد. يا سلام عليك عن جد. طيب هلا قلي، الحرمي شلون كنت تتعامل معه؟ يا ستي سؤال مهني جيد جدا. شوفي يا أنسة فاتن، يعني لو جابوا لي شيء حرامي او سرسري مثلا،
كنت أصرخ في صوت واحد بس ما تني، بس شو صوت من إياهن، كنت طخن صوتي أصلا وعرضه مشان أوهره مشان اتغدى فيه قبل ما يتعشى فيني. حرامية هدول سرسرية ما بتفرق معهم. شو له؟ ولك يا حرامي يا حقير، انت عارفان على انه مغفر جاي؟ انت الله غضبان عليك لانه وقعت بمغفر ابو هزاع يلي شربان حليب السباع. يا بتقر وبتسلم يا بتنكر وبتندم. وبعدين بمجرد ما يدوق اول كف وتاني كف على بوزه بيكرت كل شي عنده. مو معقول يا عباس، شو ذكي. هلأ بدي اياك تحكي لي شلون مسكت خطاف الهواء. هاي شغلة قديمة كتير. يلا كرمالي، بعدين انا بحب القبضايات كتير يا عباس. طيب يا فاتي، يا ستي هذا خطاف الهواء كان حرامي خفيف مثل الريشة مثل النسيم، بيخطف كل شي بيحسن بشيله وبيركض فيه. سحارة خيار، أنينة غاز، خروف صغير، قفص في عصفور أو ما في عصفور، سندويشة بإيد ولد، فروج ما بتفرق معه، بيخطف وبيركض مثل البرق. هيك حتى عجز الناس والبلد كلها اشتكت منه. بيوم من الأيام إجاني الأمر وكلفوني أنا بالقبض عليه. فوراً مثل عادتي أنا اهتميت بالأمر وتنكرت، عملت حالي رجال ختيار عم يمشي على العكازة، وحملت بإيدي ديك سمين كله هبر، ومشيت بالسوق على مهلي والديك عمي كاكي. وفجأة ظهر قدامي خطاف الهواء، لعبت عينه عالديك وأنا شايفه، وما لقيت لك إلا واحد ركض مثل أبو الحصين هيك بده يخطف الديك وأنا شايفه، وبمجرد ما مد إيده عالديك دقيت فيه، امسكته من رقبته، عم صار يبلعط مثل الصوص، ونزلت لك فيه بالعكازة وعلى وين بيوجعك، وصرخت لك فيه هداك الصوت مثل ما قلت لك قبل شوي مثل يوسف وهبي، قلت له ولك وين وين رايح بهالعشرة، وين أنا أبو هزاع يلي شربان حليب السباح. هو سمع اسمي بالأرض وقع مغشي من رعبته واستسلم، وشحط لك يا مثل الجروع المغفر من شواربه. شو هاد؟ شو هاد يا عباس؟ إيه والله ما في مثلك أبضاي بهالبلد. إيه شو مفكرة لكان؟ يلا أنا صار لازم بروح على موعد كتير بكير. قاعدين أنا سفاتين. معلش بستأذن، المرة الجاية بدي إياك تحكي لي شلون قبضت على سراء الفحل. على عيني وراسي أنا سفاتين. لأنه فعلا القصة غريبة كتير. إنت تحبي أحكي لك إياها؟ أنا بخبرك مو مشكلة. إيه على عيني وراسي. خبرك عباس. مع السلامة سيدتي. مع السلامة. الله معك. مع السلامة. الله معك. الله يحرسك. شيش بيش حيش شيش ويني. يلا العاب عبي العاب. تفضل عاب الشيطان العاب متقاوة بنجسي بنجسي عندك هاي هسي. ايه 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 لبا هاي حيلات عمي هاي هسي. ايه حطة أزعل منك هلا. لا هيك مو. مساء الخير. مساء النور. يعطيكم العافيه. يا سلام. شو هاد؟ اي والله طالع مثل العريس بليله دخلته. فظاعه يا جماعه، شو الحب بيقلب الواحد. لك ليش ما عم تجي على القهوه؟ والله مالي فاضي. نيالك لك عمي. ولك يا جماعه افرطوا لي هالقصه بقى وكبروا لي عقلكم. واحدكم صار عمره فوق الستين سنة ولسه بده يحب ويعشق ويتمعشى. وانت ليش زعلان؟ ما انت متجوز تنتين. هو ما تتجوزوا تنتين، مين ماسكة؟ منين يا حسرة؟ اصلا مين بده يقبل فينا هلا؟ ايه ابو هزاع احكي لنا، وين عم تلتقوا مع بعض؟ والله مرة بالكافيتيريا، مرة بالحديقة، مرة على 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 النهر بطرف الغوطة. يعني دخلك بتحبك؟ لك بتموت فيه هيك إلا. بتصدقوني يا جماعة هالمخلوقة ما بتشبع من حديثي والتطليع فيه، بتركز على عيوني وما بتنام المساء قبل ما تحكي معي على التليفون. لك هلأ أنتوا لما بتعدوا مع بعض شو بتحكوا؟ هي بصراحة ما بتحكي كتير، بس بتسألني أسئلة وأنا بجاوبها، وبحسها مبسوطة مني كتير، تضحك من قلبها على كل كلمة بحكيها.
اليوم مثلا حكيت لك كيف مسكت سراق الكحل بعد ما قوصته ببطت رجله. ايه صحيح، حكي لنا شلون قوصته. افضل لاعب لم يحقق اي نجاح. كانت حياته حتى اتصل فيه شي اليوم المساء. شبك انت؟ هاي ثالث مره تسالني هالسؤال، قلت لك ما حدا اتصل. كويتي لي قميص الزهر ولا لسه ما كويتي؟ لا والله ما كويته، هاللون مولدن كثير، مو خرج واحد بعمرك يلبسه. لك هلا خرجي ولا مو خرجي؟ شو بدك بالقصه انت؟ اكوي وماشي الحال شيء. انه بس بدي افهم، انت من امتى كنت تلبس هيك قمصان؟ من هلا بدي البسهم، انت اخت مرائي شيء؟ لك شو صاير لك يا رجال؟ فهمني مشان الله. مو صاير لي شيء، خليكي بشغلك انت. ليش طفيته؟ هيك، ما حدا عم يتفرج علي. ألو؟ أهلين وسهلين مساء النور، مساء الفل والياسمين. لا لا ما نمت، يعني معقول نام قبل ما أسمع صوتك الحلو؟ إمتى؟ بكرة؟ إيه؟ إيه فاضي طبعاً، إيه بعرف المحل؟ نعم؟ بدك يعني البس البدلة الرسمية والرتبة كمان؟ لا لا عندي عندي أمريك فاتن خالو، أمريك فاتونتي. مع السلامة، تصبحي على خير حبيبتي. لك وين حاط الطيارة؟ والله ما بعرف. هلا انت ليش بدك البدلة؟ هيك لازمت لي. يعني عندك حفلة تنكرية؟ لك شو تنكرية؟ ما تنكرية انت التانية؟ لكان ليش بدك ياها؟ انا ورفقاتي المتقاعدين عاملين حفلة بمناسبة مرور سنتين على تقاعدنا. وينها؟ وينها؟ قولي على قامتي، ليش مين باقي من رفقاتك؟ يلي مات مات، والمشلول مشلول، والم... ولك سبحان الذي خلقك على هالمناطق وعلى هالملافظ اللي بتهز البدن. تعي دوري منيح، تعي دوري، ما لقيتها. ايه هلا تذكرت وين حاططها، كنت اعطيها لشحادة فقيرة هداك الشهر، قامت ما اجي. شحادة فقيرة؟ مرة بعت لي العقيد أبو عبده بهاء عناصر حتى دربهم، وقال لي العميد بده إياهم يطلعوا رجال من تحت إيديك يا أبو هزاع. قلت له أمرك سيدي. أول درس فيقت لك ياهم بنص الليل. صفيتهم قدام بعضهم مثل عيدان الكبريت وصرخت لك فيهم هداك الصوت. طب الله يقلي شلون صرخت فيهم هداك الصوت؟ يا على عيني وراسي، عم قل لك أول كل شي صرت امشي هيك قدامهم حتى اوهرهم. تعرفي يعني اذا ما وهرتي العنصر ما بيطيعك. عملت هيك بعدين قلت لهم انتوا لسه ما بتعرفوني منيح. لك انا اسمي المساعد اول ابو هزاع، انا شربان بالصغر يا حليب السباع. يلي بيعرفني وبيطيعني راح يسلم، ويلي راح يعصاني يا ويلو شو راح يندم. لك شو هاد؟ نايمين يا عجايز؟ لك بدي خبطة الأرض تنبع من تحت رجليكم والمي نبع؟ شدوا حيلكم؟ يلا لشوف. روح عيد. لك زفت انت وياهنيق، بيظهروا انكم ما بتمشوا غير بالعقوبات. اخ لو تعرفوا مين هو هادي اللي واقف قدامكم. اخ ولك انا اللي مسكت خطاف الهواء، انا اللي مسكت سراق الكحل، انا اللي مسكت بعاش بطنه. ابو هزاع انت لهلا ما حكيت لي شلون مسكته لبعاش بطنه.
والله العظيم ما حكيت لي. اي والله ما حكيت لي، بس بالاول بدي اياك تحكي لي ليش سموه بعاج بطنه. هذا يا انسة فاتن، كان في واحد ازعر زعوري مشراني وكل الناس بتتجنبه لانه كل شهر شهرين بيبعج واحد بالموس بكرشه. مرة من المرات طلع من الحبس وعمل مشكلة مع واحد اسمه حوت المهاجع وسحب الموس بده يبعج له بطنه، قام هرب حوت المهاجع ما حسن يلحقه، وقف وقال هالموس ما بيرجع على الفاضي لخصري، وبعج بطنه من قهره وغيظه. مو معقول شو غريبة عجيبة هالقصة، بس بالأول بدي اياك تحكي لي أبو هزاع شلون مسكته لبعاج بطنه. مسكته بخمارة القط المجنون كريزي كات، خمارة صغيرة جنب خمارة فريدي. هذا يا ستي كان في زلمة مرعب العالم اسمه زكريا الدفاش، وكان يتعاون مع ابن خاله اسمه حالوش النتن، وكانوا يلتقوا بخمارة نعوم الحايك جنب سينما الشرق بسقاق رامي. لماذا لا يكون الحب في الدنيا لكل الناس، كل الناس مثل أشعة الفجر ومثل الماء في النهر، مثل الغيم والأمطار والأعشاب والزهر؟ أليس الحب للإنسان عمرا داخل العمر؟ أي والله يا أبو هزاع، الحب عمرا داخل العمر. هل هذا شعرك أبو هزاع؟ لك شو شعري انت التاني؟ شعر نزار هذا. لك تقبر عظامي يا نزار، لك يبعت لي حمى عليك، يبعت لي حمى عليك. شو بتفهمني؟ لك شو بتفهمني؟ كنك كني. اوف 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 اوف، شو ابو هزاع شايفك غرقان بالحب تمام. مو بس لحالي غرقان، لكن نهفي انه هي غرقانة اكتر بحبي. لشوشة والله لشوشة. طالما انت وياها غرقانين مين دي طالعكم بقى؟ شو رايحة تنامي؟ وحاجتي شقة وتعفير طول النهار. الله يعطيك العافية. بكرة بدي روح شقة على مرت ابنك سميرة. ماشي، سلمي لي عليها كتير. ما بدك تروح لعند ابنك هزاع؟ لك بعدين هزاع. امتى بدك تنام؟ ليخلص الفيلم. ليه؟ لا تسهر كتير، انت كبرت والسهر ما عاد يواتيك بنوبها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك يا لطيف شلون بتدجي كلامك أنت دجيكي؟ تصبح على خير. الله معك وأنت من أهله. Yeah. What's the matter? I love you. I'm gonna head up the mountain again and I'll be back before 3. Claire, hot food, let's go. Yeah, I'll be right there. How do you like it? What do you think of this room? Huh? The eagle's nest. Great image. Right out of your husband's imagination. Actually, it's Emily's idea. You know, she bid on this project, too. Is that right? I should have hired you. You're a lot better looking than these two bums. Well, my father is... أهلين. أهلين أبو راشد. أهلا وسهلا. لا والله قاعد ما نمت. أخي أبو هزاع، اتفقنا نروح بكرة المساء نبارك لصلاح سويعاتي لأنه فتح محل شاورما. بقى بتروح معنا؟ بلا بروح. وراح نشتري له باقة ورد، عندك مانع؟ لا ما عندي مانع. مع سلامة. غريبة. وين راحت هي؟ Thank you.
يعني هذا صلاح منين جاب حق محل الشاورما؟ يا انا بعرفه درويش ومنتو. سمعت انه مرته ورتاني من اهل ورته منيحه. يا حبيبي لك يا هيك النسوان يا بلا. لك اشتهيت اقدم لنا شي سندويشه من هذا السيخ اللي عم بيفتل على النار، والله ريحته غرفه قلبي غرف. هاي الزلمه قدم لنا سكر وفنجان قهوه مره، شو بدك احسن من هيك؟ يا للاسف على باقه الزهر اللي قدمنا له اياها. سيدي شو ابو الزاع؟ شايفك شارد، وين المخ؟ صدقوني يا جماعه ما في شي، والله ما في شي. يلي اخذ عليك يتهنى. حبيتك وبحبك وححبك على طول. شو ابو هزاع؟ حبيب قلبك عامل مسرحيه؟ شو ما عندك خبر؟ لا والله ما عندي خبر. شو رايكم نحضرها؟ حلوه المسرحيه؟ والله ما بعرف بس يبدو انه بتضحك. بس وينكم شباب؟ صرنا نبلش ربع ساعه. ها نحضرها بس على حسابك. ها لك على حسابي ما في فرق. امشوا يلا شريف. هالممثل بيشبهك ابو هزاع؟ بتعرفوا شلون انا كمشته لخطاف الهواء؟ ولك شبكون؟ شبكون؟ راسكم بالارض ولا منك الهلو 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 يخرب بيتك وبيت بيتك عند التاني. خطاف الهواء انت؟ خطاف الهواء؟ ما عرفتوه؟ خطاف الهواء اللي بيخطف كل شي بيلاقيه بطريقه. دجاجة، ديك، بيضة، أفلس. وين أبو هزاع؟ لسا المسرحية ما خلصت. أبو هزاع؟ وين أبو هزاع؟ أنا ما بلعب فيه. لسا المسرحية. لكن فبدي ياكم تعرفوا منيح قدام مين أنتوا واقفين. فاتن برا شخصية أبو مناع اللي شفناها عند الله هي لشو بترمز؟ يعني شو اللغة الرمزية اللي استخدمتيها فيها؟ هلا لك يعني أنا شخصية حقيقية موجودة بالواقع. أنا اللي بيهمني إنه الناس لما بيجوا على المسرح ويشوفوا شغلي يشوفوا مسرحياتي ما يحسوا إنه هنن طلعوا من بيوتهم، لا كأنه عم يشوفوا جارهم ابن حارتهم، يعني شيء من الواقع أنا جايبته وحطته هون عندي. يعني شخصيات حقيقية؟ أكيد 100% أكيد أكيد، ويعني كتير منشوفهم كتير موجودين أساساً. ما جبت شيء غريب من الشارع وحطيته على المسرح، ما أقحمت شيء إقحام. طيب العمل القادم اللي رح تسويه بعد عبد المنور؟
مبروك يا أهالي عش الدبور. أنا وأعضاء المخترة قابلنا المسؤولين وجبنا كتاب رسمي منهم بنص على أبعاد الطريق يلي عم يشقوه 2 كيلومتر عن قبر أبو مرتاح. يعني أبو مرتاح يضل بقبره مرتاح؟ طبعاً، ولا رح نسمح لعصفور ابن يوم يزعجه يا أم صالح. يلا يا إسماعيل. وين رايح يا مختار؟ بدنا نروح محل ما عم يحفروا الطريق حتى نسلم الكتاب للأستاذ ناصر. مع السلامة يا مختار. خير خير يا مختار. شوفي هاي كتاب من دائرة تخطيط الطرق وعليها كافة الأختام والتواقيع. تفضل. بس الطريق ما رح توصل على قبر أبو مرتاح يا مختار. أخي ولو كان، مالك شايف السيارات والموتورات والشاحنات كيف رح تصير رايحة جاي من جنبه؟ قسما بالله لما رح تمرق بالطريق رح ترج القبر رج وعلى تزمير وتشفيط وازعاج. ومنخاف انه ابو مرتاح دستور من خاطره يتجر ويسبب لنا شي مصيبه لا تضيعه. دستور من خاطره. الله وكيلكم يا جماعه، من 10 ايام وانا عم شوفه بمنامي واقف على هالتله هي ولابس ابيض وابيض وعم يصرخ اقول يا اهل الضيعه بعد الطريق عني احسن ما تجيكم مصيبه بعده. يا سيدي كلامكم على راسي وعيني، بس إذا رح نعمل مثل ما نكون طالبين الطريق رح يطول كتير. أخي يطول يقصر ما دخلنا نحنا، مصلحة ضيعتنا فوق كل الاعتبارات. بس يكون بعلمكم ها، التكاليف رح تزيد شي 30% على الأقل. ولك يا مهندس ناصر إن شاء الله تزيد 1000%. أنت شو همك؟ هذا أبو مرتاح مو ضحكة لعبة. مال الطريق فعمت الافراح. وعليكم السلام يا حمدي. وتراقصت شمس وطل صباح، وازدانت الدنيا بنصر رافع شو هي ساحق، وازدانت الدنيا بنصر ساحق، فالكون روض زاهر وعقاح. ومضى أبو خلف. ومضى أبو خلف إليهم شاهرا شمس الحقيقة، إنه لك مصباح. الله الله، فهنا أبا مرتاح في القبر الذي رخصت له الأموال والأرواح. شكراً جزيلاً. والآن الكلمة لصاحب الكلمة والفعل، مختار المخاتير، مختارنا الجسور، حامي عش الدبورة والقبور، المحترم أبو خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي أعضاء المخترة أبو معن، أبو عوض، الحاج فهد، أبناء قرية الأعزاء، أقسم بالله في ملكوته وأشهده تعالى في جبروته، أنا لم أفعل ما فعلته من أجلي أو من أجل أعضاء المخترة أو من أجلكم، بل فعلت ما فعلت من أجل الأجيال القادمة.
ليست المسألة مسألة قبر وطريق، المسألة مسألة احترام وتقدير. فأبو مرتاح بركتنا ومصدر شهرة ضيعتنا وحامي زرعنا ومالئ ضرعنا. الله يزيدك يا مختار. ألم يخبركم الحاج فهد كيف جاءه في الحلم ينذره بالمصائب العظام؟ يا ويلي إن تحقق المنام. إيه والله يا مختار، ولابس أبيض بأبيض. نعم نعم يا مختار، كثرة الضفادع والفيران ببستاني، وهلأ عرفت شو السبب. وأنا يا مختار بقرتي ما عاد حلبت مثل الأول، نشف حليبة والأكلة. هذه ليست سوى إنذارات، إنذارات أولى أرسلها لنا أبو مرتاح من قبره. ولكن الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أزال عنا الخطر ودلنا إلى طريق الظفر، وانتقل الطريق المنحوس باتجاه قرية الجربانية بعيدا. شكرا لكم. عاش المختار لهذا الانتصار. عاش عاش عاش. عاش المختار لأنه حرف الطريق. عاش عاش عاش. أستاذ ناصر، شو في يا أبو محمود؟ تعال شوف شو طلع معي أستاذ. هات لشوف. غريب، هي شاهدة قبر المرحوم أبو مرتاح. ليش قبر أبو مرتاح؟ مو بضيعة عش الدبور؟ ولك يا عيني عليك، ولك يا عيني عليك. أنا كنت متأكد إنه أبو مرتاح مدفون هون بضيعتنا، مو بضيعة عش الدبور. ويا ما سمعت هالكلام من أبو جدي الله يرحمهم. بس للأسف يا جماعة ما كان بإيدنا أي دليل، بس هلأ والحمد لله الحمد لله بانت الحقيقة مثل عين الشمس. عثمان. نعم مختار. الله يوفقك يا ابني، جهز البيك أب بسرعة. حاضر. مرحبا يا استاذ. وقفوا الحفر يا شباب، انت لازم توقفوا الحفر فورا. عفوا، ليش مين حضرتك بالاول؟ ما تعرفنا. لا تؤاخذنا، انا ابو مصباح مختار قريه الجربانيه. اهلا وسهلا. بس يا مختار انا ما فيني وقف الشغل بدون بلاغ رسمي. ولو يا حضره المهندس، ولو سلامه فهمك. شاهدت قبر ابو مرتاح اللي لقيتوها احسن من اي كتاب رسمي. آسف يا مختار، برجع بأكد لك أنا ما فيني وقف هذا الشغل إلا ببلاغ رسمي. إيش علي؟ تكرم عيونك يا أستاذ، رح جيب لك 10 كتب رسمية، لا وعشر بلاغات فوقهن كمان، ومن أعلى المستويات. وحياة عيونك نديم. عمي ولك لتشاهده هون يا مختار. هون شباب، بتحطولي كم حجرة هون وبتحافظولي على هالموقع التاريخي. ها، على هالموقع التاريخي. وإيكو ما بتخلوا حدا يقرب لهون لحتى ارجع. نديم، عثمان، تعالوا معي. يعني هلأ قبر أبو مرتاح طلع بضيعتنا؟ ضيعة الجربانية؟ أي والله يا رفيق، بضيعة الجربانية. متأكدين؟ ولو
كل هذا شفنا شهادة القبر بعيننا، هي اللي راح ياكلها الدود. بس المصيبة الفظيعة يا رفيق اننا عم نشقوا طريق فوق القبر مباشرة. أعوذ بالله، فوق القبر؟ العمى على هالمهزلة. بس ولا يهمكن وحياتكن لخليهم يحرفوا الطريق 10 كيلومتر عنه. سيدنا ليش لا يحرفوه؟ ما في داعي يحرفوه ابدا، خليهم يرجعوا الطريق محل ما كان جنب ضيعة عش الدبور وصلى الله وبارك. لحظة لحظة. الو؟ مرحبا رفيق نضال. انا رفيق بهاء الدين. شلونك؟ شلون الصحة؟ الله يسلمك. اسمع يا رفيق نضال، في عندي وفد من اهالي ضيعتي، ضيعة الجربانية، عم بيخبروني انه ورشاتكن عم يشقوا طريق فوق قبر ابو مرتاح. ايه صحيح، بس نحن بعدنا الطريق كذا كيلومتر عن قبر ابو مرتاح يا سيدي. اسمع يا رفيق نضال، انا ما عم احكي على قبر ابو مرتاح المزيف يلي كان بضيعة عش الدبور، انا عم احكي على قبر ابو مرتاح الاصلي يلي طلع امبارح بضيعة الجربانية. صدقني ما عندي خبر عن هالموضوع يا رفيق بهاء، ما حدا قال لي، فعلا ما حدا قال لي. ماشي الحال، وهي انا عم اقول لك وبخبرك، بدي الطريق يرجع محل ما كان، مفهوم يا رفيق؟ مع السلامة. لا رجعنا نشتغل هون. والله هيك اجتنا التعليمات. شو ابو مرتاح ما له حرمي عنكم؟ بس قبر ابو مرتاح مو هون. لك شو يا اخي، خلونا نفهم منه. اسكت شوي. وين لكان قبر ابو مرتاح؟ يا مختار، عم بيقولوا انه قبر ابو مرتاح طلع جنب ضيعة الجربانية. كذب، هذا اسمه كذب وستين كذب كمان. ابو مرتاح طول عمره مدفون هون. عليم الله من 1000 سنة واكثر. لك انا من لما فتحت عيوني على هالدنيا بعرف قبر ابو مرتاح هون. لك اخي شو بدنا بهالعلاك الفاضي؟ انتو لازم توقفوا الشغل فورا. علي ما علي ما بيمشي هذا الطريق الا على جدتنا. تفضلوا تفضل يا اخي تفضل. شو العلاكات؟ يا جماعه اشتغلوا اذا بتشتغلوا لكان. يا جماعه يا جماعه طولوا بالكم، انا مالي علاقه بالموضوع. اطلعوا شوفوا الاستاذ نضال وشو بيأمر، انا حاضر. ايه شو عليه مروح؟ شافوا مختار؟ شافوا ماشي الحال دان. ماشي الحال، امشوا خليكم بيعرضكم انتو. شرف مختار. يعني والله شي بخير، انتو عم تقولوا انه قبر ابو مرتاح موجود عندكم وجماعة بيعة الجربانية عم يقولوا نفس الحكي. يا استاذ نضال لا تحتارون على بالك، قبر ابو مرتاح عنا ابا عن جد، واهل طيعة الجربانية كذابين وصاحبين مشاكل. يا اخي بزمانهم سرقوا غنم من طيعتنا وباعوه، حدا بيصدق هالقصة؟ وسرقوا جمل لواحد بدوي كان نازل عندهم وبالعلامة ذبحوه وقتلوه، ومختارهم لا بيعرف لا يقرا ولا يكتب. هلا انا هذا الكلام كله ما بيفيدني، اللي بدي اعرفه بالتحديد ابو مرتاح مدفون عندكم ولا عندهم؟ يا استاذ نحن جبنا لك كتابه من الرفيق ابو كنان بياكد لك انه ابو مرتاح مدفون عنا، يعني خلاص انحسمت المساله. وكمان اجاني اتصال من مسؤول كبير بياكد انه ابو مرتاح مدفون بضيعه الجربانيه. مع احترامي لكلامك هذا اسمه زور وبهتان. اصبح انا واستبيانا للحقيقه رح اطلب من السلطات العليا المسؤوله تشكيل لجنه فنيه اثريه تاريخيه للكشف عن قبرين وبيان الحقيقة، وبناء عليه يا بيكون الطريق عندكم يا عندهم. يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. أكيد طلع معكم إنه هذا القبر هو قبر أبو مرتاح الله يرحمه، مو هيك؟ والله ما بقدر نقرر حتى نزور القبر الثاني اللي بضيعة عش الدبور، بعدين بنعطيكم خبر. شو عليه؟ شباب ولا يهمكم،
شو ما بدهم يقرروا يقرروا، بس اكيد اكيد هذا القبر قبر ابو مرتاح. الله يرحمك يا ابو مرتاح. طلع معهم يطلع قبر ابو مرتاح هون وراح يضل هون. يا حيف عليكم ابو مرتاح. ابو مرتاح وين مدفون؟ وين قبره يا اخوان؟ والمقابر توصلت اللجنة المختصة إلى أن قبر أبو مرتاح موجود في لحظة. ألو، احترامي سيدي. نعم سيدي نعم. لا لا لسه ما هلأ بلشنا نكتبه. وين بتريدوا القبر يكون سيدي؟ حاضر سيدي حاضر. علم علم. مع السلامة سيدي مع السلامة. مكتوب إن القبر موجود في قرية الجربانية. ألو؟ احترامي سيدي احترامي. نعم سيدي. هلأ بلشنا بكتابته. لا 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 يعني لسه ما خلصنا سيدي. نعم سيدي. القبر موجود بعش الدبور؟ عفوا سيدي عفوا. نعم. لا 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 مفهوم سيدي مفهوم. نعم سيدي مع السلامة مع السلامة. اشطب لي الجربانية واكتب عش الدبور. لحظة. ألو، احترامي معلمنا. أهلين سيدنا أهلين. لا سيدي لا ما خلصنا، هلأ عم نكتبه وبعدنا بالمقدمة. نعم نعم سيدي. نعم سيدي نكتبه بالجربانية يعني؟ لا 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 سيدي بالجربانية بالجربانية. نعم سيدي نعم 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 مفهوم سيدي مفهوم. حاضر. مع السلامة سيدي مع السلامة. اشطب عش الدبور اكتب بالجربانية. لحظة. دبور اكتب الدبور. اشطب الدبور. جربانية اكتب الجربانية. الدبور جربانية اكتب الجربانية. بيصير هيك؟ شو اعتمدوا؟ وين بدنا نحط القبر؟ ابو مرتاح قبره عنا والكذاب يفل عنا. ابو مرتاح قبره عنا والكذاب يفل عنا. يا شباب عش الدبور كلام
يا شباب عش الدبور يا مش المعنية يزور ولك مين كلام يزور ولك مين؟ ليش في غيركم؟ ولك الخراس قبل ما قص لسانك ولك بس اتع قصة لشوف تركي بمسعلك رح ابتعد ولك رح احضر شيكي بدي امسعلك ولك علمت قناتنا من مصادر موثوقة أن مشكلة قبر أبو مرتاح قد تفاقمت في الأيام الأخيرة، وللوقوف على آخر الآراء معنا مباشرة على الهاتف الأستاذ نوح الفاضل خبير شؤون المقابر الغابرة. أستاذ نوح مساء الخير. أهلي مساء الخيرات. أستاذ نوح، ممكن تعطينا رأيك بهالمشكلة العويصة؟ بيانا للحقيقة والتاريخ أقول وحسب معلوماتي ومصادري الموثوقة طبعاً إن أبا مرتاح قد دفن في القرن الرابع في ظاهر قرية الجربانية. كذاب ومعقول كذاب شو هالحكي يا كذاب ومين كذاب يا حبيبي؟ لعل الأصوب أنه ربما كان في قرية الجربانية أو عش الدبور. مو معقول كذاب يا أخي، خلط 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 خلط. يجوز الوجهان كما سكروا. ما زلنا أعزائي نتلقى بعض الإيميلات بعد المناظرة الهامة التي جرت بين الدكتور كامل والدكتور برهان حول أزمة القبرين. طبعاً ما زلنا نتلقى مشاركاتكم عبر الفاكس والهاتف والإنترنت، والنسبة تقول أن 80% من المشاركين صوتوا حول قبر أبي مرتاح وتأكدوا من وجوده في قرية عش الدبور. اسكتوا له اسكتي عمل لك اسكتي الحكي مو صحيح نو مو صحيح. 70%. لك شو الحكي يا شباب؟ لك مو مزبوط؟ مو مزبوط؟ لك شباب الحكي مو صحيح؟ مو صحيح نوب كريستم كذب؟ العمى؟ 60%. لك مو مزبوط بلوم؟ يخرب بيتك على الحكي؟ لك يخرب بيتك على العمى؟ العمى على الحكي؟ ألو؟ احترامي سيدي. نعم لا والله سيدي ما وصلنا لحل. حاضر سيدي. نعم ايوه سيدي، يعني هيك تكون حلت التراضي. نعم سيدي نعم، خير الامور الوسط. نعم مع السلامة سيدي مع السلامة. خي فوريجت شو صار مع اللجنة يا استاذ مروان؟ يلا شو عرفت يا استاذ مروان؟ اليوم بتكون النتيجة بكرة. طولوا بالكم. اجتمعت لجنة القبرين للمرة 15 على التوالي، وبعد التمعن في التحاليل والصور والتقارير والنقاش والجدال والاستماع إلى الشهود الأحياء والأموات، تكشفت للجنة الحقائق والنتائج القاطعة التالية. أولاً، ثبت لدى اللجنة بأن القبر الموجود في قرية عش الدبور هو قبر أبو مرتاح الأول. والقبر الموجود في قرية الجربانية هو قبر أبو مرتاح الثاني. لك الله يفتح عليك، مع الناسكن. ثانياً، توصي اللجنة بتجديد وصيانة القبرين ليكونا هدفاً للسياح والزائرين. ثالثاً، توصي اللجنة بإبعاد وحرف الطريق الجديد مسافة 10 كيلومترات عن القريتين المذكورتين.
استاذ ناصر، استاذ ناصر، تعال شوف شو طلع معي. استاذ تفضل استاذ، هات لشوف. هنا يرقد المرحوم ابو مرتاح الثالث. وقف الحفر، اي والله يسلم وديات يا ام شريف. الله يسلمك ويقويك يا ابو شريف. حبيبي بتحب جيب لك سكري ولا احط لك سكر عادي؟ لا لا سكر عادي. تعرفي يا ام شريف طوال الليل وانا مالي نايم، طوال الليل وانا عم بتقلب. خير، شو اللي شاغل بالك؟ اخ ما بعرف يا ام شريف، من وقت ما حكينا ببيعة البيت وانا مشغول البال. هلا بدنا نضل نحكي بنفس القصه؟ مو بايدي يا ام شريف، مو بايدي. هذا البيت بعز عليه كثير، عشت فيه 60 سنه من عمري انا وابي وجدي، يعني بيعته واقفه مثل الهم على قلبي. بجوز، بس بكره لما رح تقبض حقه ملايين رح تنسى كل هالشي. بعدين لو ما صار هلا البيت كبير علينا انا وياك، انا ما كنت سمحت لك تبيعه لانه انا كمان بحبه. شو نسيت؟ نسيت يا ابو شريف انه جبت اولادي كلهم فيه؟ بس بعد ما جوزناهم وكل واحد راح بحال سبيله الله يوفقهم، صار لازم نبيعه يا ابو شريف، خصوصي انه زبون واقف على الباب وبده اياه اليوم قبل بكره. دخليك اجوا مبارح شافوه مره تانية ولا ما عاد رجعوا؟ شلون ما عاد رجعوا؟ صاروا جايين 5 مرات بهالعشر ايام. هو بتعرفي لازم نبيعه لسبب واحد بس. وشو هو هالسبب؟ خايف يحلب عين الدوله وتاخذوا مني بتراب المصاري، لاني على الهوى ما فهمت من المختار ابو ضياء انه الدوله عم تحط عيونها على البيوت العربي المهمه وعم تساويهم يا متاحف يا منشات سياحيه. ها وشو فكرك بتدفع الدوله؟ وشو بتدفع يعني من الجمل ادنه؟ يعني قديش فكرك بتدفع بهالبيت؟ يعني هو بالسوق بيجيب البيت 12 مليون، بس الدوله ما بتدفع هيك سعر وما بيهمها سعر السوق. طيب وهذا ابو الخوف قديش بيدفع؟ يا ستي هذا عوف ابو الخوف من اهم مسؤولين البلد، يعني عنده مليارات الدولارات وبظن انه بيدفع هيك مبلغ، يعني اذا ما دفع 12 مليون بيدفعون 11 مليون. وقديش هدول بيطلعوا على الدولار؟ وشو بهمك من القصه انت؟ شو بيعرفني؟ خايفه علي ينضلع او ينكسر هذا ابو الخوف. يا ستي بيطلعوا 250 الف دولار مثل ما طلبناه. يو من طرف الجيبه يعني. الله يتمم على خير وريح لي بالي قبل ما اموت واشتري لك كل ولد بيت صغير يتقاوى هو وعياله فيه. الله يديمك ويقويك ويطول عمرك يا ابو شريف. سيدي المعلم بالتظاهر. صباح الخير سيدنا. صباح الخيرات. شو صار بالبيت العربي؟ شغالين سيدنا، شغالين. شلون يعني شغالين؟ ألو صباح الخير أبو فداء، شلونك شو أخبارك؟ الله يسلمك الحمد لله. نعم؟ أي طيب طيب على عيني. أنا رح أبعت لك مفرزة من عندي تحرس الطريق بالوقت المحدد، ولو أنت بتأمر أمر. أي على عيني ولا يهمك أبو فداء، بس شو بدي أقول لك، يعني هي عادة نحن بناخد عليها 200 ألف دولار بس مع جنابك ما بنسترجي. بدنا الرضا يا سيدي. الله يخليك، مع السلامة. اليوم المساء الساعة 11 بتبعت لي مفرزة على الطريق الشمالي بكامل عناصرها وأسلحتها حتى تسهل مرور شاحنات أبو الفداء على الحدود. لا تخليهم يكتروا أسئلة وخليهم يسهلوا مرور الشاحنات مهما كان العدد، وخلي يرأس المفرزة أبو سالم، هذا عنده خبرة كبيرة. أمرك سيدنا. وشو صار بالبيت العربي؟ إمتى التسليم؟
سيدي بصراحة نحن لحد هلا ما فتحنا صاحب البيت بموضوع السعر. وليش ما فتحتوش وناطرين؟ سيدي الرجل طلب 12 مليون ليرة سوري، رغم اني حاولت نزله بس اصر بالنهاية على 11 مليون ليرة. بقى شو امرت سيدنا؟ نحن جاهزين. انهيلي الامر بسرعة وادفع له مليونين. سيدي اكيد ما رح يرضى. وليش لحتى ما يرضى بقى؟ ليش شو رسم ماله عليه؟ بقديش جده شهري؟ يا دوب كان حقه 10,000 ليرة. ما بعرف سيدي بس عطوه مليونين ومهلة إخلاء 15 يوم، وإذا عمل مشاكل خدوا مفرزة وطلعوه بالقوة وبلشوا الهدم فوق راسه. أمركم سيدنا. غيره شو في؟ سيدنا مشان أرض يعفور. قديش مساحتها؟ حوالي 10 دونمات سيدنا. شو بتأمروا ندفع له؟ مين صاحبها؟ سيدنا فلاح اسمه عزت السقباني. فشو بتأمروا؟ نحن جاهزين. قديش فكرك ندفع له؟ سيدنا على هوس على السوق، يعني الدنم بهالايام هي بيسوى حوالي 5 مليون ليرة. ولك شو انت ما بتفهم؟ ولا صاير العقلك وشي؟ أسعار الأراضي أسعار وهمية، هاللعبة هي لعبة تجار العقارات الأرزال. بقى فكرك مين رح يحط التاني تحت باطه؟ التاجر الذكي ولا المسؤول القادر؟ والله يا سيدنا القرار قراركم. لك شو قصتك انت؟ شو قصتك؟ اشتهيت تفيدني برأي سديد ولو مرة. شو اسمك مدير أعمال لكان؟ سيدنا أنا بخاف يكون رأيي غير دقيق، وما شاء الله حضرتكم بهالموضوع. تدفع له 500,000 بالدنم، يعني 5 ملايين لكامل أرضه، وخليه يوقع على صك تنازل. لا تروح لحالك، خد معك مفرزة، لا تأذوه، خلي المفرزة توقف مع جنب، أنت بنفسك فاوضه. أمرك سيدنا. غيره جميل عندك شيء؟ ألو. أهلاً أبو جاعر. أهلاً بكم. شلونك؟ لا والله مبارح حجزوا لنا مقصف بجزر الأميرات. إيه تعشيت هنيك مع رستم بلهموت وأبو عرفان الشفطة. جميلة ما بنقول لا، بس صوت نانسي عطية أحلى. مور يا سيدي. نعم؟ كم نمرة؟ 2 إدخال مؤقت ووحدة أمنية؟ طيب على عيني أبو جاعر. على عيني، غالي والطلب رخيص. الله معك يا سيدي، مع السلامة. سجل عندك 2 إدخال مؤقت ونمرة أمنية لأبو جاعر. وأنا من رأيي تعطيه البي ام اكس 5 يلي إجتنا مبارح مع النمرة. أبو جاعر عم يخدمنا، وخلي له إياها مفاجأة، لأنه بكرة عيد ميلاد ابنه جاعر. خطي. أمرك سيدي. إيه جميل، غيره عندك شيء؟ سلامتك سيدنا. عفوا سيدنا، في صبية صار لها كذا يوم عم تيجي لهون، عم تقعد على باب المحرس من الصبح للمساء، صار على هالحال أكثر من 20 يوم. فشو بتأمر سيدنا؟ خليها تدخل. على راسي. هدي حالك. مشان الله يا سيدي تساعدني، بوسيدك يا سيدي تساعدني. ماشي الحال، لا بسمع قصتك، عدي لشوفهم، عدي. خليني واقفة سيدي. عدي وتمالكي أعصابك حتى أفهم منك، عدي. أمور سيدي. ليمون بارد. على عيني. شو اسمك يا صبية؟ خدمتك نهلة سيدي. نهلة شو؟ نهلة مخولاني سيدي. خير، شو قصتك انتي؟ سيدي انا لي اخ صار له محبوس اكتر من 5 سنين، ما بنعرف وين ارضي. الله يخليك يا سيدي، دخيلك يا سيدي ببوس ايدك. ما بدنا اكتر انه نعرف اذا كان طيب ولا ميت، عايش ولا متوفي. والله ما بدنا منك اكتر من هيك يا سيدي. شو اسمه اخوكي؟ هلال مخولاني يا سيدي. نعم؟ هلال مخولاني. صدقني يا سيدي، ما لي طالبة من جنابكم لا أنا ولا أهلي، لأنه نطمن عليه وتسمح لنا بزيارته. الله يوفقك يا سيدي. الله يصلحه، لو ما كان عامل شيء ما كنا قربنا صوبه. سيدي أنا ما عم أسألكم إذا كان عامل شيء ولا لا،
هذا شغلكم وانتو اعرف فيه. الله يديمكم لهالبلد يا سيدي. بس يا سيدي انا بس طالبة منك اني اطمن عنه وشوفه ولو كل ست اشهر مرة. الله يخلي لك ولادك يا سيدي. الله وكيلك امي صار معها القلب وابي مشلول وقاعد بالبيت وخايف يموت قبل ما يشوفه. طولي بالك يا نهلة، ما خربت الدنيا، كل شيء له حل. يعني ممكن شوفه؟ عرفتوا وين أرضي؟ شربي ليمون وروقي دمك. الله يسلمك. قديش عمرك يا نهلة؟ 22 سنة سيدي. ما في فرق كبير بيناتنا بالعمر ها؟ ما فهمت سيدي شو قصدك؟ انت وين ساكنه؟ بالتحاليل سيدي. شو بيشتغل ابوكي؟ بصلح حنفيات، عامل صحيه يعني. شوفي يا نهلة، انا رح اسعى ورح خليك تشوفي اخوكي، مع انه هالشي ما صار لغيرك لانه وضع اخوكي حساس. الله يطول بعمرك. اكيد ما في شي ما بيصير اذا استوعبنا بعضنا. عفوا شلون يعني؟ يا نهلة انت بنت فقيره ودرويشه وجميله خزيت العين عنك، وأنا حابب ساعدك من كل قلبي. الله يخلينا ياك ونولك أعلى المراتب يا أحا. بس بالمقابل أنا عندي شرط صغير. ها أمور أنت بتأمر أمر. بدي منك تتجوزيني. نعم؟ مثل ما سمعتي، بدي منك تتجوزيني. ما فهمت علي. كتير صعبة المسألة، أنت عجبتيني وأنا بدي أتجوزك على سنة الله ورسوله. ليش مو معقول؟ شو أنا أول واحد بيتجوز يعني؟ بقى شو قلتي؟ الله يخليك يا سيدي، بس أنت مقامك وين ونحن مقامنا وين؟ قيمك من مقامي هلأ. شو قلتي ما عندي وقت؟ جاوبيني خلصيني. ما بعرف يا سيدي، ما عم بستوعب يعني حضرتك حضرتي بده يتجوز حضرتك، فهمتي بقى؟ بس جنابك هلأ عرفتني. هلأ عرفتك وهلأ بدي اتجوزك؟ شو كفرنا يعني؟ وبعدك إذا كان أخوكي ما له عامل شي خطير إني ساعده وإسعاله ببراءته كمان. هذا كان أملي يا أبو الخوف. يعني موافقة؟ أنا لك شبكي خايفة يا حياتي على سنة الله ورسوله، شو ما بتفهمي بالشرع أنت؟ ليش مرعوبة؟ ورح سكنك هون بالفيلا ورح يكون متأخرك عالي، بقى فكري على مهلك ولا تتباطئي بالجواب قبل ما غير تفكيري. ها يعني اذا انا يعني عفوا يعني ما عم تقول حضرتك يعني تسمح لي زور اخي؟ طبعا شغلي بايدي. طيب ممكن تعطيني ورقه من ايدك وتدلني على محل سجنه حتى زوره؟ بعدين بس يحصل الخير ان شاء الله. بس انت فكري هلا وعجلي بالجواب، اسمع اعصابي فايره، ولما بتشوفي حالك من سجمه تعي لعندي. بيقلعوني تبع المحرس. ولا يهمك أنا بتصرف. ألو شف لي شو أخبار الموقوف هلال مخولاني وخبرني. الله معك. الله يجبر بخاطرك يا سيدي، الله يخلي لك حرماتك يا سيدي، الله يخلينا يا سيدي. لك شو عم تحكوا انتو؟ لا تطيروا لي علي من راسي، شلون بدي اقبض مليونين وحق البيت 20 مليون؟ هلا ليش عم تطول وتقصر يا ابو شريف؟ اصل انت ما رح تقبض بايدك شيء. شلون يعني؟ يعني هلا انت رح تطلع من هذا البيت لبيت تاني شرح برح حديث قيمته مليونين ليره. هاي هي لسه بيقولوا لي مليونين؟ لك شو مليونين انت وياه؟ لك شو جنيته؟ لا يا مدام، حسني ملابسك منيح لا تورطي نفسك بشي ممكن يضرك، بعدين روقي احسن لنا ولك. لك شلون بدي اكون رايقه وانتوا عم تنهبونا عينك كنت عينك؟ يا ابو شريف ولا مرتك تضب لسانك احسن ما تندم، نصيحه. ام شريف خليني احكي انا وخليك انت على نصلك. ايه سيدي وهي روقنا دمنا، شلون ركبت معكم تقلعونا من بيتنا يصرنا فيه 50 سنة وحققوا اكثر من 20 مليون؟ الله اكبر، لسه بقول لي 20 مليون؟ ولك يا اخي منين جبت لي هالسعر هذا؟ منين بدي اجيبه؟ من السوق يعني، منين بدي اجيبه؟ اسعار السوق وهميه وبتحكموا فيها التجار. ولك ان شاء الله يتحكموا فيها العفاريت، المهم حق البيت 20 مليون. اخي انا ما بعرف نقش المجانين، راح اعطيك هلا سنة تمليك لبيت بعدرة قيمته 2 مليون ليرة، غير هيك ما عندي. يا حبيبي وبعدرة كمان؟ بدكم يانا نطلع من سوق ساروجا لعدرة؟ ليش شبه عدرة يعني؟ حرف ساقط، هواها نقي وضو الشمس،
والعيشة فيها ولا أحلى من هيك. هاي سنة التمليك. عمي يا بتروحوا من وشي يا قسما بالله قسما. طول بالك أبو شريف طول بالك. قولي على عمتي روحتوا الزلمة. اسمع يا أبو شريف اسمعني منيح، هالحركات وهالزعبرة هي ما بتمر علينا، معكن أسبوع لحتطلعوا من هذا البيت، بقى لا تخلونا نطالعكم بالقوة لأنه محلو بحقك قدام الجيران، ويكون بعلمك يا أبو شريف إنه هذا البيت بده يالي معلم من المصلحة العامة. السلام عليكم. الله لا يسلم فيكم ولا عظمي. صاصخ لا رقبتكم خلع يا أوباش. بعدرة لك أنا أبو شريف صاحب البيت الشرقي الجميل، يزتوني بعدرة. طبعاً لأنه أبو الخوف مصادر 20 بيت لحسابه بعدرة من ملاك الحكومة، يعني مو دافع من جيبه ولا قرش. يا رب ساعدني، شو بدي ساوي؟ يا رب بعد عني الظلام اللي ما بيخافوك يا رب. قال بدهم يفتحوا متحف، قال اي يفتح قبرن إلهي. اللهم عفوك ورضاك. اسمع يا أبو صالح، هي كلمة ورد غطاها، معلمنا أبو الخوف رجل حقاني بيخاف ربه ما بيأكل حق حدا. هال5 ملايين رح تاخدهم ما صحوا لجدي وجدك. بقى الله يرضى عليك لا تعمل علينا الشطارة، حل لي هالموضوع بسرعة الله يرضى عليك. ولك شلون بسرعة؟ إيه أنا صار لي 20 سنة رافض بيع الأرض حتى يتحسن سعرها، بقى بدك يعني هلأ انهي لك الموضوع بسرعة؟ شلون صارت هاي؟ الأرض هاي يا أبو صالح بده ينبنى عليها فندق 5 نجوم ويمكن يكون 7 نجوم كمان. البلد بتتقدم وتتطور يا أبو صالح، لذلك ما في ضرورة أبداً توقف بوش التقدم والحضارة، لأنه بكل بساطة رح نعتبرك طابور 5. أنو طابور هاد؟ أرض بيعفور بتوحد يلي خلقها، وندفع لي عدنهم 4 ملايين وما كنت بيع. هلأ جايين أنتو هيك بكل بساطة بدكم تدفعوا عدنهم 500,000؟ إيشو الشغلة صلبطة ولا عونطة؟ حبيبي هالأرض أنت ورتاني ورته، لأنك تعبان فيها ولا من يحزنون، يعني انت باختصار واحد طماع وكسلان قاعد وحاطط رجل على رجل وعم تستنى لحتى تغلى، بقى بدك بدهم 5 ملايين؟ ليش يا حبيبي؟ شو هالزلمه هاد؟ لك بدك تقبض 50 مليون هيك على البارد المستريح؟ لك شو مفكر العالم جدبان قدامك انت ولك؟ لك يا رجل احمد ربك اللي معلمنا بده يشتريها مع حدا تاني غيره، يعني هي ما صحت لجدي وجدك. ولك يا عمي هاي الارض مو من حقي انا بس، هاي من حق مرتي واولادي واحفادي. لك شبه 5 ملايين بيشتروا لك 5 بيوت بمساكن فلاحية ولا أحسن من هيك، كل بيت بمليون ليرة. ولك أنا مساكن فلاحية؟ أنا أولادي دكاترة ومهندسين. هلأ بلا حكي مصدي، بتحب توقع العقد هون ولا ناخدك تمضي هنيك؟ وين هنيك يعني؟ ما بعرف أنت أدرى. أخي وقع وخلصنا، طلعتنا روحنا. تيك تيك هاي شيك ب5 مليون، تحاك بعبك تحاك، تفضل. مبروك يا أبو صالح، هيك بيعمل الأوادم. شو ما في مبروك؟ أراحتك، السلام عليكم. بابا ليش هيك ساويت؟ مو حرام اللي عملته؟ ليش هيك فرطت بالأرض بهالسهولة؟ أنو أحسن يا صالحة، فرط بروحي ولا فرط بالأرض؟ سلامتك بابا ببيت الشر عنك. ما شفتي شو عملوا بأبو نعيم لما رفض يبيعهن الأرض بخان الشيح؟ شو قلتي يا نهلة؟ موافقة؟ موافقة. برافو عليكي، هذا اللي توقعته منك يا عروس، ذكية، لأنه قلت لحالي مو معقولة تفرطي بهيك فرصة بهالسهولة. طيب وإمتى بدي أشوف أخي؟ بعد العرس مباشرة. يعني هذا هو الشرط؟ لا لا أبدا مو شرط، بس حتى تكون فرحتك فرحتين. خد أبو شريف البس عبايتك، سيارة العفش سبقتنا لعدرا.
والتاكسي عم تنتظرنا برا. قول الله. ابو شريف، ابو شريف، ابو شريف، ابو شريف، رد علي يا ابو شريف، ابو شريف، قولي مات الزلمه، مات الزلمه يا ابو شريف. الله ينتقم منك يا ابو الخوف، الله لا يوفقك يا ظالم، الله يهدك مثل ما هددت. ابو شريف، ابو شريف، ابو شريف. نهلا، انت هون يا عمري وانا عم دور عليكي. صباح الخير. صباح الخيرات. امتى فيني اشوف اخي هلال؟ هلا هادي اللي طلع معك صباحية العرس. يا ساميه مور سيدي، حطينا الفطور تحت. على عيني. شو بتحبوا اقدم لكم؟ اسالي العروس. شو بتأمري مدام؟ مثل ما بتحطوا بالعاده. على عيني. انا بحب العسل بالقرفه على بكره، بنشط. وامتى رح تتصل مشان زور اخي هلال؟ ولا يهمك، رح اتصل. ما بدك تنزلي تفطري؟ يلا لحقتك. يلا. سيدي امتى بتكون طلقوها؟ حالا. ارضوها بقرشين وخليها تحل عن سمانها. عفوا سيدي، بس بالعقد مكتوب 5 ملايين ليرة. يا مرحبا عقد، عطوها 100,000 ليرة حاجتها، مو محرز المسألة، كلها جوازة يوم واحد. ايش هم فكرة حالة الأميرة ديانا؟ أمرك سيدي. الله معك. يا ذابح العنقود خضب كفه بدمائه بوركت من سفاحي. أدب الشراب إذا المدامة عربدت في كأسها ألا تكون الصاحي. يسلموا يسلم الدم. شو هاد؟ أكيد هذا الكلام لأبو النواس. ما حزرت يا رفيق، هي للأخطل الصغير بشعر الخوري. في أبيات جميلة لشاعر لبناني بخالف للشي اللي عم تقوله يا أبو الخوف. والله إذا حلوة ما بيهمني إذا كانت مخالفة أو مطابقة، هات سمعنا لشوف. شر الورى من عاش طول حياته في الخمر منهمكا وفي لذاته، قد ضيع الدنيا وأذهب عقله، والدين أصبح من كبار عداته، وكفاه من خزي مقولة قائل لا تصحب السكران في حالاتي. لا هيك نزعت يا أبو جواد، نزعت تماما. ما نزع يا أبو جمانة؟ بلى يا سيدي نزع. هاري حريشه. أسقنيها بأبي أنت وأمي، لا لتجلو الهم عني، أنت همي. مرحبا. لا لن أبو العلا، أهلا وسهلا. بزمتك بتحلالك السهرة بلانا؟ لا والله يا ابو الخوف، السهره من دونك مو حلوه. وشو بك متجهم الوجه عابس الجبين؟ يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين، ان كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين. ايه
مرحبا بك. حطوا لنا صباح فخري ملا الكاسات. لحظة أبو الخوف لو سمحت. خير؟ شوفي شايفك مو على بعضك. سمعت آخر الأخبار؟ أخبار الجزيرة الفضائية؟ لا، أخبار اجتماع القيادة الصباحي. ليش اجتمعوا؟ مالهم بالعادة يجتمعوا الصبح؟ صحيح، بس اليوم كان عندهم اجتماع استثنائي. وشو سبب هالاجتماع يا ترى؟ بصراحة السبب هو أنت. أنا؟ وشو صار بالاجتماع؟ أقالوك من منصبك. شلون؟ أقالوني؟ بالإجماع. عم تحكي جدي أبو العلا؟ ولو أبو الخوف، أم نسترجي نمزح معك هيك مزحة؟ وشو كان رأي أبو الحكام؟ وقف ضدك. وأبو البشر؟ صوت ضدك. وأبو سماح؟ كلهم مجمعين على إعفائك من منصبك. مجمعين؟ وما تحقق إجماعهم إلا ضدي؟ ولك معقول يرموني بعد ما خدمتهم عمري كله؟ ما عم صدق يا أبو العلا. معقول يعفوني من وظيفتي وأنا اللي مسكت لهم البلد ومشيتها مثل إبرة؟ لك معقول يستغنوا عن خدماتي بعد ما عملت المستحيل حتى يبقوا بمراكزهم؟ لك أبو العلا أنت السيد العارفين؟ أنا يا ما مرقت لهم، يا ما تغاضيت، يا ما عملت يلي ما بينعمل مشان يتنعموا بحياتهم ويناموا على ريش العام. وبعد هالشي انطبشت الشربة براسي؟ أصفيت خارج اللعبة أنا؟ هيك نهايتك يا أبو الخوف؟ ولك يلعن الغدر وقلة الوفاء ما أمشعهم يلعنهم. مالك ملاحظة إن البابا صاير قليل الكلام؟ قليل الكلام وبس. ما بيحكي ابنه إلا الكلمة الضرورية. طيب ليش؟ شو السبب؟ يعني معقولة كل إنسان تستغني الدولة عن خدماته بيتعقد وبحط الحزن بالجرن وبيسكت؟ ما بعتقد إنه هذا هو السبب. لكان شو السبب برأيك؟ بابا مالل ومتضايق من الناس اللي كان يجوا لعنده لما كان الأمر ناهي، بس بعد ما ترك منصبه ما عاد حدا أجل عنده وما عاد حدا من المسؤولين سأل عنه مجرد سؤال. يمكن هذا هو السبب. فعلاً سلاف، كل اللي عم تحكيه مزبوط. إيمانك ملاحظة أنه تليفوناته صارت قليلة؟ خزية العين ما كانت تهدى لا ليل ولا نهار. هو لو كان إخواتي سامر وعامر موجودين هون بالبلد لهم تأثير عليه ويمكن يطلعوا من حالة الحزن اللي هو فيها. سامر وعامر؟ إيش بده يجيبون لهون؟ عايشين بأمريكا عايشة الملوك، ولما بيجوا لهون ما بيصدقوا إمتى يرجعوا. مزبوط عم تحكي يا رغد، لأنه هن لما كانوا يجوا لهون كانوا يجوا مشان يشوفوا أمهم قبل كل شيء. بس لما توفت ماما الله يرحمها ما عاد ما خطرنا على بالهم ولا بالسنة مرة. ايه قومي قومي نقعد مع بابا شوي. يعطيك العافية بابا. الله يعافيكي. بتريد تشرب شي؟ اعطيني جمايكا وكتري لي الأناناس. مرام جمايكا بالأناناس لبابا. حاضر. تسمح لنا نقعد معك بابا؟ بابا ممكن نسألك سؤال؟ تفضلي اسألي. بس ما بتزعل منا؟ لا احكي ما بزعل. يعني حاسين انا وسلا بصراحة اكبر كل طاقم اللي اخذ انك زعلان وحزين وما انك سعيد. وصار لك شهرين على الحالة، يعني من وقت ما تركت الوظيفة بقى. شو السبب؟ ما بعرف، ما عم يطلع بايدي يكون سعيد. طيب ليش؟ يعني ما شاء الله وكان عليك، لساتك شاب وعندك مال وصحة وشركاتك ماشية والكل بيحزك على وضعك المالي. الشغلة مو قصة شركات ماشية ولا واقفة. طيب ليش زعلان؟ شو اللي زعجك؟ يا بنتي اللي رح أقوله صعب تفهميه أنت وأختك. أنا كنت على رأس السلطة وكان إلي صولة، كان إلي جولة، والكل بيأتمر بأمري وصلاحياتي غير محدودة. والسلطة مع المال قوة، أما المال لحاله ما بيكفي. ومثل ما لكم شايفين التجار المليارديرية كتار، بس عدد المسؤولين القادرين قليل. والدليل كل غني بيحب يكون صاحب سلطة وبيحلم بهالشي، بيحلم يصير رئيس وزارة، وزير، رئيس غرفة، حتى عضو مجلس الشعب.
المهم يدخل المعترك السياسي بمصاري، ولما سحبوا البساط من تحتي بدون علمي وبدون مقدمات حسيت بالغدر والخيانة وقلة الوفاء. هذا مع العلم اني خدمت كبار المسؤولين بهالبلد خدمات خيالية وتخطيت اللوائح والمحظورات كرمالهم، بس ما فرقت معهم ورموني بعد ما انتهى دوري مثل ما بيرموا العلبة الفاضية. تليفوني أخرس صامت، ما بيرن إلا حتى يجيب لي أخبار الصفقات والمصاري والأسهم. أنا يا بناتي غير سعيد، غير سعيد بحياتي. ليش؟ شو السبب؟ ما بعرف، مالي مرتاح. بابا نحن مقدرين وضعك ولهالسبب حابين نقترح عليك اقتراح. شو رأيك تشغل حالك بكتابة مذكراتك؟ منه بتملي فراغك ومنه بتبوح الورق بمشاعرك، ورح تكسب المكتبة العربية كتاب مهم لرجل عظيم مثلك. بقى شو رأيك؟ تفضل معلمنا. بتريد شي تاني معلمنا؟ اعترافات مسؤول مخلوع. لم يعد للحياة معنى في نظري، كنت ذا عز ونفوذ وجاه وسلطة، وكان الجميع يتسابقون لكسب ودي أو اتقاء شري وسطوتي، ولكنني الآن أهوي من حالق وأسقط من علٍ لأجد نفسي مدفونا مع أموالي التي تكاد تجرفني كما يجرف ماء السيل العارم صخرة كانت تظن بأنها لا تتزحزح. لا أدري مبعثا لحزني وكآبتي، لم تكن حياتي بالمثالية، ولم أكن أقيم وزنا لقانون ولا لعرف ولا لمشاعر إنسانية. كنت أقفز فوق جميع الأسوار وأخترق جميع الممنوعات والخطوط الحمراء. كانت سلطتي غير محدودة، وكانت الدروب أمامي ممهدة سهلة المسالك. لا أحد يحاسبني ولا أحد يتجرأ على مساءلتي. لقد أرخوا لي الحبل على الغارب حتى أقع في شر أعمالي فيبطشوا بي. وكانت حياتي العاطفية ملوثة مشبوهة ماجنة، وكنت أنفق بلا حساب على ملذاتي وصاحباتي اللواتي لم يكن مخلصات لودي. أسكرتني خمرة السلطة ولم أكن أعرف حلالا من حرام قط، وكنت أكره من ينصحني، فقد كان الناصح بنظري ساذجا ثقيل الظل ولو كان نصحه في الصميم. والآن بعد خروجي من أتون السلطة سالما بأموالي غانما بعدم سجني، لا أدري مبعثا لكآبتي وحزني. ورغم ثراء الفاحش وأموال الطائلة أحس بالفقر الذي يجتاح روحي وبالفراغ الذي يجعلني ريشة في مهب الريح. إنني أفكر في كيفية التوقف عن متابعة الحياة، ربما كان الجحيم أفضل. ولا شك أن ابنتي صارتا تكرهانني ولا تحبان في إلا النقود والنعيم المقيم الذي هما فيه. أما أولادي فقد أنستهم الغربة والسفر البعيد أمري تماما. مرحبا خالد. أهلا وسهلا. بإيش رحتوا؟ بالبورش. إيه بس ما فيها بنزين. إيه ولا يهمك، دبرنا حالنا. وين البابا؟ عم يكتب فوق. بابا ان شاء الله عم يطلع معك شي حلو، بس بدك تقرانا شو كتبتها. ليش تأخرتي انت وياها؟ بابا ما تأخرنا، بس يعني نزلنا على السوق.
أنا ما فهمتكم لا تتأخروا؟ ما بتأخرنا غصب عنا لأنه بنت السفير عزمتنا بلا سفير بلا بطيخ مبسمير لبقيتوا تطلعوا خطوة واحدة بدون إذني فهمانة أنت وياها؟ روح على الشاليه وتركوني لحالي. شو صاير له بابا؟ ليش هيك صاير عصبي؟ والله ما بعرف. لا وكل ما نجي لنفرحه بيزعل أكتر. لا وكل فكرنا إنه بس يكتب مذكراته رح ينبسط. إيه بس الهيئة مو هيك بنو. فظاعة شو متغيرة طباعه. كتير متغيرة. ليش هيك عم يصير معه؟ سيدي إجا لعندكم مطيع أبو النجا. بدون موعد؟ نعم سيدي. وينه هلا؟ بالصالون سيدي. لاحق. أهلين مطيع. أهلين أبو الخوف. شو أخبارك؟ الله يعزك ويقويك ويطولنا عمرك. شلونك أنت يا رفيق عمري؟ عايش لساتني عايش. إن شاء الله العمر الطويل كله. شو بتحب تشرب؟ بدي بلادي ميري مع رشة فلفل بسيطة. وين ما عدت شفتك ولا سمعت صوتك بعد ما طلعت من الوظيفة؟ مشاغل حبيب عمري مشاغل. تعرف أنت الشغل ما بيرحم. وشو يلي ذكرك فيني هلأ؟ ولو الضفر ما بيطلع من اللحم. ولهالشي قصدك بخدمة لو تكرمت علي وما رح انسالك هالمعروف طول عمري. شو بدك مطيع؟ بدي منك تسعالي عند معارفك حتى يوافقولي عمر بناية بالوجيبة الكبيرة اللي بين عمارتي وعمارة جيراني، والنافق انه هالمحافظ الجديد قبض لي اياها جد وما عم يسمح لي اطلع ببناية 10 طوابق. ايه بس هلا انا خارج السرب طاير بالسما لحالي بدون مجموعة. ولو يا ابو الخوف انت معارفك كتيرة والكل بيتمنى تطلب منه طلب، ويا ما انت خادم ناس. بقى الله يخلي لي اياك، بدي منك هالطلب الله يخليه. ولا تكون متشائم لهالدرجه يا رجل. بس انا يا مطيع صدقني يا ابو الخوف لبيني هالمره وما عاد احرجك بحياتي. يسلم مرام. حاضر هاتي اللاسلكي. الو مرحبا ابو الندى، انا ابو الخوف. هلا ما عاد تعرفني؟ شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال. كيفك انت معلم؟ انا منيح. وينك ابو الندى؟ بدي منك تسعالي برخصه استثنائيه مشان عماره بعشر طوابق لصديق قديم. والله اسف يا ابو الخوف، انا بودي اخدمك من قلبي بس هذا الطلب صعب شوي. وليش صعب بقى؟ لأنه هالمسائل ما عاد فيها استثناءات. أرجوك تقدر موقفي. أنو موقف هذا؟ أنا بعمري ما طلبت منك طلب معقول تخجلني بهالصورة؟ صدقني ما بقدر يا أبو الخوف، أنا اللي طلعت قرار ممنوع الاستثناءات بنفسي، ما بقدر ناقد حالي. معك حق، كل شيء ولا تناقد نفسك. الله يعطيك العافية، مع السلامة. لا كل عن شرفك وشرف يلي كسر نفسه إلك مني وعلي. لك بتعرف هذا ابو الندى اللي عم بطلب منه هالخدمه كم مره خدمته انا؟ ولك كاني مره كنت تهريبه من لبنان بدنا حلم ربك شاحنات مليانه بالممنوعات الخطيره انا كنت مره له اياها، اعطيتهم وفاه 15 بير حتى يحفرهم بمزارعه ودراب السخن تبعه، سمحت له يتجاوز بعمارته 5 امتار على طريق بلودان، وهلا شفت عينك ما بيقدر الاخ ما بيقدر بيعتذر. روي روي ابو الخوف، ما في داعي تزعج حالك مشانه. ابو يحيى بقدر يخدمنا بهالشغله، انا واثق انه لو اتصلت فيه. بلا ابو يحيى بلا بطيخ. اصلا انت على بعضك ما زرتني حبلنا شخصي، زرتني مشان منفعتك الشخصيه. انا بس لك ما في واحد منكم بيحبني لشخصي، ما في واحد بهالكائنات بيتمنى لي الخير لوجه الله تعالى، حتى اولادي وبناتي. روي يا اطلع من هون، اطلع روح من هون، روح خلصني نزل يلعنك.
وين البابا؟ عم يتمشى مع ماكس بالشاطئ. امشي نلحقه. ما بدي، بخاف يخانقنا. طيب وين حطيتي الوكمان تبعي؟ جوا بالغزانه. شو هو؟ اكيد هدول المذكرات اللي عم يكتبهم بابا. قريتيهم شي؟ لا. امشي نقراهم. معقول بابا يكون هيك؟ يا ترى عم يحكي عن حاله ولا عن حدا تاني؟ قومي لعنده، قومي. اوعك تقولي له انه قرا المذكرات، يعني معقول انه ليك والتانية؟ شو عم تساوي هون لحالك بابا؟ ما منيك؟ الا لحالنا بنجي بنسليك وبناخذك معنا على الغدا. ما جد بابا؟ اتركوني لحالي شوي. يعني معقول نتغدى بدونك؟ عم قلكم اتركوني لحالي شوي. موبايله هون. خالد مري انسي رغا، روح شوف البابا وينه. تكرم عينك. بصراحه ما بعرف شو صاير له البابا، لا عم يقبل دعوه حدا ولا عم يعزم حدا على البيت وما بده يشوف حدا. بقى هالشي طبيعي برايك؟ لا والله مو طبيعي يا رغد. يا ترى مين بيقدر يطلعه من هالحاله؟ ما في الا الدكتور فرانسوا سمعان. بكره بتصل فيه وبخليه يجي لعنا ويزورنا. مثل ما شرحت لك دكتور. تفضل. شكرا. معلمنا حساس شوي وما عم يقدر يتأقلم مع وضعه الجديد وهو خارج السلطة. معلمنا مرحبا. أهلين. كيفك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله. منيح الحمد لله. ممكن نحكي شوي أنا وياك؟ لي زمان ما شفتك. أنت دكتور وأنا مالي بحاجة لدكتور. أنا جاي كصديق. من وين لوين؟ الله معك. خالد مر معلمنا. قوموا بواجبه وتركوني لحالي. حاضر. تفضل دكتور. الحياة لم تعد تعني عندي شيئا كثيرا. معلمنا لازم ينزل لحاله ها، لأنه بصراحة عنده حالة اكتئاب وعدم توازن نفسي بيهدد بالانفصام لا سمح الله. مخيلك ساعدنا يا دكتور، لا تتركنا لحالنا، لو قلعك أرجوك. راح أعمل جهدي. شو رأيك تقلي له عن المذكرات؟ لا لا أوعيك، هي أسرار ما بتنقل لحدا. مرحبا. أهلين أمور. عركوت موجود؟ مين حضرتك؟ يخرب بيتك هلا ما عتعرفني، انا ابو الخوف. اهلا معلمنا، تفضل. اهلين معلمنا. شوف يا عركوت، انت زلمه ما بتحب الحكي وانا زلمه عملي، ومليت من حياتي وبدي منك تقتلني لقاء المبلغ اللي بتحدده. قلت لك على الخالص حتى الموت. طيب شلون بتحب؟ واص ولا دعس ولا؟ لا واص. امتى؟ بعد شهر بتاريخ 12/7 حتى خلص كتابة مذكراتي، وبيحكم يوم الاثنين. قديش بتريد؟ شو بدنا نطلب من معلمنا ابو شاكر؟
هات مليونين كاش ولو انك يعني خساره للبلد، بس الشغل شغل، ما في عواطف ولا اكل هوا. انا واثق فيك يا عرقوت وبتمنى تبيض وشي. الف طلب مثل الطلب معلم. خاطرك ما شربت شي؟ شاكر انت اللي بدك تقتله ولك نص مليون من هدول، فشو رايك؟ من ايدك هاي لايدك هاي معلم. يا مرام. نعم. جيبي لي سندويشه جبنه وكاسه شاي وحقيني فيها لو طي. امرك بابا ما بده يحكي معنا. طب شو عملنا له؟ معلش ابوكم مريض ولازم تتحملوه، والدكتور فرانسوا ما راح يتركه، بكره رح يمرق لعنده. صباح الخير. صباح الخير. فاق بابا؟ اي نعم، طلع لفوق يكتب. صباح الخير بابا. صباح الخير. صباح الخيرات. شو شايفتك متنشط اليوم وفايقه بكير، ما بدك تقرا لنا شو كتبت؟ مو شغلكم. بابا ليش هيك عم تحكي معنا؟ بابا انت انسان عظيم وما لنا غيرك بهالدنيا. بابا والله الحياه حلوه كتير، ليش هيك متشائم؟ ليش ما بتفتح صفحه جديده وبتنسى الماضي والناس؟ لمين تاركنا؟ اخواتي برا مو سائلين عنا، وما لنا ام فوق راسنا وما عنا. بابا إذا كان في غلط بحياتك بيتصلح، ومو أنت أول مسؤول ولا آخر مسؤول بيتسرح. الله خلق التوبة وخلق الاستغفار، والرجوع عن الخطأ فضيلة. وبابا أنت بتعلم بلد، يعني عيب نحكي معك هيك حكي. بابا إذا صار لك شي نحن منموت، بيهون عليك فينا. وشي طبيعي إنه الإنسان يخطئ ويتمادى لأنه ضعيف، بس يعني شو بس؟ شو عرفكن إني أنا مخطئ؟ بصراحة قرينا مذكراتك بالصدفة. قريتوها كلها؟ بابا انت انسان عظيم، واذا كنت حاس حالك مخطئ مع الناس فسهل كتير انك تراجع نفسك وتصلح غلطك. وبامكانك تتبرع للجمعيات الخيريه وترد حقوق الناس وتشوفهم بعين الحب والتعاطف والرحمه. قرب من الناس، حبهم بحبوك، كن جميلا ترى الوجود جميلا. مو هيك كنت تقلنا دائما؟ طلع حواليك، اختلط بالناس، اطلع من عزلتك هي وتواصل مع البشر، توب لله عز وجل وكل شي بيتصلح. انت املنا يا حبيبي، لا تتركنا لحالنا. علمنا. تفضل شرف. شو يا عرقوت؟ شايفك انت اللي عم تفتح الباب. ايه والله، ابو شاكر بمهمه سريه بافريقيا، بده 3 ايام ليرجع. ما بدي اطول عليك بالكلام، انا بدي الغي الاتفاق يلي كان بيناتنا بخصوص قتلي ب 12/7. بس هيك يا معلم نحن رح ننظلم. ولا يهمك،
المبلغ اللي أخذته مني مسامح فيه. مشي؟ ماشي سيدي ماشي، يكتر خيرك ويعطيك طولة العمر يا سيدنا. بخاطرك. مع السلامة. مهوني مهوني. يا اهلا بابا، يا روح مرحبا فيكم. سيارة جاهزة معلمنا. يلا. بدك تأخر بالشام بابا؟ لا والله، ثلاث أربعة أيام. بدي مر على هالناس وسلم عليهم، وبيني وبينكم اشتقت للشام وأهلها. يلا بالإذن. الله معك بابا. دير بالك على حالك. باي. هي عملت لك سحر رز بندورة، رح تاكل اصابيعك ورا. اسلم ايدك يا امي. تحب تعميك يا مو؟ لا شكرا، باكل لحالي. مثل ما بدك حبيبي. الله يخلي لنا اياكي. يا ابني لا تنزعج، ما صار شيء. والله يا قلبي تعبت من هالحالة، تعبت كثير. ثلاث سنين وخمسة اشهر وانا على هالحالة، ملحوش بهالتخت. ايدي ما عم بحسن حركها، برجلي التنتين مالي حاسس فيهم. انا شو عملت يا امي؟ شو عملت لربي؟ يا رب يا رب دخيلك. امي انا كنت هيك. بسيطة يا ابني، بسيطة يا حبيبي، كل شدة وبتهون. لا امي لا، الا مصيبتي ما لها دواء. كل الحق علي، يا ريتني ما فيقتك هديك الليلة، ويا ريتني ما خليتك تسافر. لا تلومي حالك يا امي، لا تلومي حالك، هذا نصيبي من الله.
انت ما دخلك بنوب. طيب شو رايك تقبلني تطلع تكفي غداك بارض الديار؟ لا امي معلش ما عاد لي نفس، بس بتحسسني تغلي لي كاسه شاي؟ ايه على راسي، تكرم عينك حبيبي. يلا هاي كرسي، بتحب ساعدك؟ لا 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 امي لا، يسلم ايديك. يا رب. جيبي شوية سكر من عند أبو صبري، مشوار الطريق ما بتأخر. طيب معك مصاري أمي؟ لا تأكل هم أمي، دبر حالي. ما بيمشي الحال هيك يا أم رشيد، حسابك كبر كثير، بعدين صار لك شهر ونص ما دفعتي قرش واحد. والله يا أبو صبري راحوا كل المصاري، إجر الدكاترة وحق دواء. وأنا شو علاقتي بالموضوع يا أم رشيد؟ حقي وبده يوصلني. يا أخي صبر علي كم يوم، بركي بقدر أعطيك شي دفعة. ومنين بدك تقدري تدبري الدفعة؟ إيه أنتي ما بتحسني تشتغلي، ورشيد من يوم عمل الحادث ما بيحسن يشتغل شي. طيب بس شي كيلو سكر، الله يخلي لك ولادك. رشيد كتير مشتهي على كاسة شاي. ولك يا أم رشيد افهمي علي بقى، الله يخليكي، أنا سمان على قد حالي ونص رزقي ديون بقلب العالم وما حد عم يوفيني، بقى دليني على طريقة أخدمك فيها. ليش وقفتيني هالمرة؟ مشان رشيد. لا إله إلا الله، عملتك الله على هالقصة. شو بده رشيد؟ ما كنت أخلص من قصصكم بقى؟ اسمع مني يا أبو فهد، الله يرضى عليك، يعني بيهون عليك تاكل رشيد لحم وترميه عظم؟ صار له أكثر من 6 سنين عم يشتغل عندك وبحياته ما أكل عليك قرش واحد. بقى هالإخلاص والأمانة ما إلهم قيمة عندك؟ اسمعوا هالحكي، ليش أنا قصرت معه؟ لك هي أعطيته 15,000 ليرة، هذا غير إجرة تصليح السيارة اللي ضربها. صحيح، وما منقول لا، وكتر الله ألف خيره، بس أنت وعدتنا عند المحامي تعطينا 60,000. إيه مرحبا محامي، أهلين 60,000، الله وكيلك عم بيشتغل ليل نهار والسيارة ما عم طالع مصروفها. لا أخذي هاي 300 ليرة دبري حالك فيهم. لا ما حذرت، خليهم بعدك مو لازمين لي. يلا يا أخونا تأخرنا بقى بدنا نمشي. يلا ماشي. الأساور والسلاسة بعطيك قطعة طليانية بتمزع العقل، وصلتني مبارح. هو أنا مليت منهم بصراحة، وخاصة إنهم جايين هدية، وأنت بتعرف كيف ذوقي. طبعاً ولو بقى شوف لي قديش بيسوا، بعدين نحكي بالقطعة اللي بدي أخذها. هدول هلأ بشوف لك قديش بيسوا. هدول بدهم يقطعوا معنا بشوف 170,000 ليرة، لأنه معلومك الذهب غليان شوي بالإيام. يعطيك العافية يا أبني. أهلين وسهلين. الله يخليك، شوف لي الخاتم شو بيسوى. صدقيني أنا ما بتعامل بالفضة ما بعرف، بس يعني مو كتير خاتم محرزة. وين بقدر لاقي ناس يشتروه؟ ما عندي فكرة، بدك تدوري. طيب
شوفي هذا بيرد عليك. لحظة ترجيني اياه. تفضلي. حلو ما بوشين باخذوا الخادمة اللي عنا. وقديش بدك حقهم؟ والله يا بنتي ما بعرف. قدي اعطيهم؟ يعني على تقديري مو اكثر من 400 ليرة. منيح مثل ما عم بيقولوا سيارتي. ماشي الحال يا بنتي. هي ايه مدموزيل؟ يعني بالنسبة للقطعة الطليانية اللي رح أعطيك إياها يعطيك العافية يا أخي. الله يعافيك يا أختي. مري ما يأمر عليك ظالم. زكاة عيونك في حواليك اوضه للاجره؟ لا والله يا اختي مو شغلتي هالشغله. بعدين انت شو جابك على الحاره المنتوفه؟ خليها لالله. قال شو جبرك على المر؟ قال له الامر. هذا ابنك؟ لا والله ابن ابني. ابوه طلق مرته من شي 3 سنين وسافر على ليبيا حتى يشتغل وانقطعت اخباره عني. وامه زتت لي اياه وراحت تزوجت. بقى الله يخليك اذا سمعت لي عن شي اوضه للاجره لا تنساني. طيب هلا انت وين ساكنه؟ ساكنه مع قرايبتي باوضه بعيده ناحي البساتين. بس قال البلديه بدها تهدها. وشلون بدي اشوفك لك؟ انا كل كم يوم بمر عليك. امشي تيتي امشي. اعطيني كيلو سكر. جبتي مصاري؟ جبت لا تخاف. هاي 200 ليره طاع حق السكرات وخلي الباقي دفع على الحساب. بس هيك بيبقى عليك شيء 700 ليره. بعرف يا اخي والله بعرف. ماشي. يا مو رشيد انا حابه استشيرك بشغله يا ريت اللي رايك فيها. خير شوفي يا مو شو رايك ناجر اوضه من البيت مستفيد لنا بكم ليره؟ طيب يا امي ما البيت كله غرفتين. انت ساكنه بوحده وانا بوحده. مو مشكله باجر اوضتي. وانت رح اسكن معك بنفس الاوضه اذا ما بتتضايق مني. اعوذ بالله امي انا اتضايق منك؟ بس قصدي ما رح تكون صعبة عليك شوي؟ والله يا ابني ما في قدامنا غير الحل لأنه البواب كلها سدت بوشنا. صحيح رح نتضايق شوي بس رح نستفيد لنا بكم ليرة نعيش منه. طيب يا أمي مين هاد اللي رح يرضى يعيش معنا بهالبيت؟ ناس مثل حكايتنا درويش. يا حجي. صباح الخيرات. شو ملحقتي لنا اليوم يا ام جميل؟ عبايتين. بس عبايتين؟ والله يا حجي هالصغير عم يربطني. بعدين مثل ما بتعرف انا عايشه مع قرايبتي والمسكينه عندها 5 اولاد. بقى شلون بدي اشتغل بسرعه؟ بسيطه طولي بالك بتهون ام جميل بتهون. حجي دخيل عينك بدي اطلب منك سلفه لقدام اذا ما بصير سلفه. قديش بدك؟ 1000 ليرة. تكرم عينك. تفضل. بس ما قلتي لي لشو بدك اياها الألف ليرة؟ استأجرت غرفة واليوم بدي انتقل عليها انا والصغير. يعطيك العافية حجي. بالهنا. خاطرة. مع السلامة. مع السلامة. الله يسلمك. مهوني. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لك يا ولد بعد عن الزريعه. لك وين رايح؟ رشيد نايم هلا بتفيقه. فوت على الاوضه يا لطيف شو حركته كتيره. شو بدي ساوي يا ام رشيد؟ ولده بده يلعب. عرفتي شي عن ابوه؟ لا والله يا ام رشيد هي على الحساب مضى 3 سنين وما بعرف شي عنه وما خليت حدا وما سالته. الله يعين كل حي على بلواه. اختي ام جميل بدي اقول لك على شغله بس لا تنقزي مني.
خير شوفي. يعني عدم المؤاخذة، انتي عم تتأخري علينا بدفع الأجرة، وانتي بتعرفي انه مالنا غير الله وهالأجرة اللي ساترتنا. والله معك حق يا ام رشيد، والله انا ما بحب أقصر معك بنوم، بس الحاج توفيق صاحب الشغل مرضان، ولاده ما عم يعطوني شغل مثل ما بدي. لك وين رايح انت التاني؟ وين رايح؟ هتجنني؟ اطلع عن قبر العب بالحارة. يلا توفيق. أعطاك عمره؟ ليش ما قريتي ورقة النعوة؟ لا والله يا ابني ما بعرف بقرأ. الله يرحمه، توفى مبارح بالليل، واليوم على صلاة الظهر جنازته. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا حاج توفيق ويحسن إليك. أنت كنت تشتغلي له عبي مو هيك؟ إيه والله يا ابني، صار لي بعرفه 25 سنة. إذا بدك أعطيني إياهن، وبس يفتحوا أولاده أنا بعطيهم إياهن. انت بدهم يفتحوا؟ يعني بعتقد بعد شي اسبوع. طيب يا اخي قل له هدول العبايات من ام جميل اذا بتريد. على عيني وراسي. كتر خيرك. على عيني. علبة الدواء تبعك رح تخلص، لازم جيب لك علبة جديدة، والبيجامة اللي لابسها صارت كتير قديمة ومهرتكة. يا امي من كتر ما عم روح وعم اجي، ولا من كتر الناس اللي عم تزورني؟ ما بصير يا أمي، لازم اشتري لك بيجامة جديدة. اليوم بقبض من أم جميل إجرة الشهر، وبنزل على السوق بشتري هالغرضي. ها يمكن اجي. يعطيك العافية أم رشيد. أهلين أم جميل. شو وينه نزار؟ أكل مشي نص ساعة ونام. شو؟ وين أم جميل؟ شو ما بدك تحاسبيني؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا ام رشيد. شو بدك تقلي لي يعني؟ الحاج توفيق صاحب الشغل توفى الله يرحمه. ايه والمعنى؟ الله وكيلك لقيت الدكان مسكره، ما اخذت قرش واحد. يعني امتى رح تقبضي؟ يعني شي جمعه زمان حتى يفتح اولاده بعد العزاء. مرحبا يا ابني. يا اهلا وسهلا. الله يرحم الوالد، شو كان طيب وآدمي. تعيشي. ما عرفتني؟ انتي ام جميل مو هيك؟ مزبوط ام جميل. بقى شو منشان الشغل؟ ما بدكم تسلموني عبايات؟ والله يا ام جميل بصراحة يعني انا واخواتي اتفقنا نغير المصلحة، بدنا نقلب المحل بوتيك ولادي. يعني ما عدكم تشتغلوا بالعبي والمزويات؟ شو عبي وما عبي يا ام جميل، الزمن عم يتغير، وبصراحة هالمصلحة كل ما عم تموت اول باول. طيب وانا؟ انت شو؟ ما فهمت. شو بدي اشتغل؟ ما بعرف غير هالشغلة. يعني عفوا بس فعلا ما بعرف شو بدي اقول لك. طيب حواليك حدا يسلمني شغل مثل ما كان والدك يعمل الله يرحمه؟ طيب استني شوي. ألو مرحبا، كيفك أبو مروان؟ أنا طارق ابن الحاج توفيق. تسلم يا سيدي تسلم. أبو مروان في عندي مرأة آدمية وكتير شاطرة، كانت تشتغل عند الوالد. عندك شغيلة كتير؟ طيب بسيطة بسيطة. لا لا تسلم، شكرا لك أبو مروان، مع السلامة. ألو مرحبا أبو مصطفى، يعطيك العافية، أنا طارق ابن الحاج توفيق. تعيش تعيش يا سيدي. والله يا أم جميل أنا آسف، يعني شفتي كله عنده شغيلة. كتر خيرك يا ابني، ما قصرت بي. شكرا. طب بس استني حتى أشوف لك حسابك. أم
جميل انت الشهر الماضي شغلي ب 3300 واخذ لحد هلا 4300 يعني زاد لنا معي 500 بتكون مني انا 500 ليره ام جميل هيك الحساب بس مسامحه ولا يهمك شلوني معك كتر خيرك معلش امي معلش انت طولي بالك عليها شوي لا تضوجي ولأمتى يعني هي صار لها شهرين ما دفعت طيب هي منين عم تعيش شو بيعرفني شو عم تبيع وشو عم تخبص وشو عم تعمل هي قريبه تقرض ومدري شو كسر نزار الارض على ما يقطع هالعيشه بدي اعرف شو عامل لك نزار وقع لي التناجر من على المجلى انه شو له بالتناجر اللي على المجلى تركي من ايدك انت شو عم تعملي روحي ضبي هذا العفريت ولا انا كم مره قلت لك ما تفوت على المطبخ كم مره قلت لك الله يوفقك والله يا ام جميل هيك ما رح يمشي الحال معي بنوبها فوت الابل فوت وحيات عينك يا ام رشيد ما بقى خليه يطلع من الاوضه فشخه وحده انا مو مشان الصغير عم بحكي انا عم بحكي مشان الاجره هاي مضى شهرين وما دفعتي لي ولا قرش شو طالع بايدي يا ام رشيد الله وكيلك رحت حتى اشتغل لفاية ببيوت العالم وقلعوني قال انتي مرة كبيرة ما فيكي تطلعي على السلم وانا شو ذنبي انا اجرتك الاوضة لعيش من وراها انا وابني مو حسنة عن روح امواتي الحق معك والله الحق معك بس الله يخليكي تطولي بالك علي شوي طولي بالك سمعت من هالحكي كتير وما عاد عندي صبر بنوب الله وكيلك رح نجوع انا وابني بكرة من على بكرة بتفضي الاوضة سمعاني طيب وين بدي روح انا والصغير شو بيعرفني ليكو على هالسؤال ليكو شو انا خلفتكن ونسيتكن شوفي من على بكره يا بتفضي الاوضه يا بزتلك هالكم كركوبه بطريقها فخلينا احباب واصحاب احسن مرحبا يا اختي اهلين يا اخي عفوا شو عم تعملي انت والصغير والغراب نص الطريق قلعوني اصحاب البيت من الغرفه اللي كنت مستاجرتها لك العمى شو هالاساوي هي شو هالناس هي يعني معقول يرموكي انت وهالصغير بنص الطريق مع الغراب لك وين الرحمه وين الشفقه ليش طلعوكي من الغرفه اختي قال لانه ما دفعت لهم الاجره ما عم تدري تدفعي لهم اجره او اذا كان شو يعني شو هالهم العظيم الدنيا عشر ويسر لك شو هالناس هاي بخرت مقلوب الرحمه والانسانيه لك اخ اخ من هالبشر اخ لك بعيد لك حبيبي تربي الموديل شوفي يا خالي ليش قاعده هون لحالي قلعوني اصحاب البيت من الغرفه اللي كنت مستاجرتها لعمل عم على الحكي معقولة؟ يلعوكي انت هالولد الصغير؟ لعمى بقلبهم شو قاسين؟ شو ما في بقلوبهم رحمة؟ لك وين الإنسانية؟ وين العدالة؟ وين المحبة؟ طب خالي هدول ليش قلعوكي؟ قال لأنه ما دفعت لهم الإجرة لعمى العم على الحكي يعني انت خالي ما معك مصاري؟ منين يا حسرة؟ صار لي 3 أشهر قاعدة بلا شغل شو صار يعني؟ وإذا ما دفعتي لهم تخرب الدنيا؟ آخ على العالم آخ يا لطيف العمى مو معقول ما عاد في عنده لا ذوق لا ناموس لك تبوع عليكم يا قليلي الاصل ولي عليكم عفواً للسؤال، ليش قاعدة هون يا مدام؟ صحابين البيت طالعوني من الأوضة اللي كنت مستأجرتها ورموكي بالشارع أنت والصغير؟ إيه والله يا أخي العمى يضرب عيونهم ضرب لك شو هدول برابرة ولا همج؟ معقول يرموا طفل مثل الوردة بالشارع؟ شايفي يا رشا؟ لك شايفي على هالشوفة؟ قسماً بالله هدول بيستاهلوا الشنق معقول هذا الحكي يا ناس؟ كيف طوعن قلبن ورموكي بالشارع انتي وهالطفل البريء
بعدين ليش طلعوكي من البيت بقى؟ والله يا بنتي لاني ما عم بدفع لهم الاجره، انكسرت على اجره شهرين ب 3000 ليره. ليش من ايمت كانت المصاري كل شيء؟ يلعن ابو المصاري، مشان 3000 ليره بيرموكي بالشارع مثل الكلاب. اخ من هالناس المعقده. لك اخ اخ. مرحبا خالي. أهلين يا ابني. عبير عبير صوريني أنا عم صافح. أيوة. إيه خالي، بنقدم لك حالنا أنا وزميلتي عبير. نحن صحفيين من مجلة شوفوا المجتمع شوفوا، ونحن بالصدفة أو بالأحرى وسائلنا الخاصة درينا بمشكلتك وحابين نعمل معك لقاء حتى نفرجي مشكلتك القبيحة للناس بكافة شرائحهم. بقى مستعدة خالي؟ مثل ما بتريد يا ابني. ايه خالي، قبل كل شيء حضرتك عندك بيت؟ لك يا ابني لو كان عندي بيت كنت استأجرت هالأوضة عند الجماعة. طيب من سؤالي الأول رح اشتق سؤالي الثاني، حضرتك ليش ما عندك بيت؟ لأنه جوزي كان عايش عند أهله، قام باع حصته لأخواته مشان يشتغل خضرجي، قام ما توفى، مات وما ترك لي بيت. الله يرحمه، فعلا شي بيزعل. طيب هلأ ليش قاعدة أنت والطفل الصغير بالشارع؟ قلعتني صاحبة البيت من الغرفة لأني ما عم ادفع للأجرة. أيها القراء الأعزاء، هنا مربط الفرس، المسكينة لا تستطيع دفع الأجار. طيب خالي، قديش بتقدري المبلغ المترتب عليكي؟ 3000 ليرة. شايفة يا عبير شايفة؟ من شان 3000 ليرة زدتوها لهالمسكينة هي والطفل بالشارع؟ فظاعة لقسوة القلب. قرائي الأعزاء، لقد كان لي فضل سبقي الصحفي حين توقعت في مقالاتي السابقة انفراط الروابط الاجتماعية واضمحلال العلاقات الأسرية وتجمد العواطف الإنسانية بسبب طغيان المجتمع المادي ولهاتنا المحموم ونحن نركض وراء الدرهم والدينار والدولار. ولا يسعني إلا أن أختم روبرتاجي هذا عن هذه الأسرة المرمية بلا شفقة على قارعة الطريق من أجل حفنة من المال، وبالكلمة المعبرة آخ آخ من هالظلم. لك آخ وألف آخ عندما يستشري بالنفوس. خالي مو بكرة، بعد بكرة بينزل ريبورتاجك بمجلتنا مع صورة للعفش ولحضرتك وللولد الصغير بالألوان كمان. يعني شو رأيك بهالمشكلة الاجتماعية؟ أكيد هذا هو الموقع التصوير. طبعا استاذ هذا هو اللوكيشن. مرحبا يا خانوم. انت المره الختياره يلي رموها هي وحفيده وعفشه بالشارع مشان الاجار؟ انا يا حسين بتاخذ لي اول شيء لقطه للحاره. للحاره هي والزاروب، وبعدين بتاخذ لي لقطه بان من اليمين لليسار للختياره هي وحفيده والغراب. يلا حبيبي يلا يلا روحي يلا. جاهز يا سامي؟ دقيقتين استاذ. الله يرضى عليك يا حسين، بدي منك هلا تاخذ لي لقطات تفصيليه للغراض. ما بدي اياها سوفت حتى يبينوا الكونتراست، بدي الفقر والبؤس يبينوا فيها بشكل واضح. شايف هداك بوريس صوبيا شلون مايل؟ اظهر لي ميلانه، بدي هالشي يظهر ويعطي معنى انه حظ هالانساني مايل ومسخم. شوف هداك البساط كيف كاحت ومنسل، بدي اياك تظهر خيوطه. حاضر استاذ. يلا الله يرضى عليك. بعدين بدي منك زوم إن على العجوز، زوم إن ولقطات تفصيلية لوشها. بدي أخاديد الشقاء وحفريات التعب والنحس تظهر للمشاهد.
بدي يظهر وشها مثل البردقانة الدبلانة يلي هرت على الأرض ونشفت من الشمس. بدي ارمز بواسطة وشها للأرض العطشة المشققة. جاهز يا سامي؟ جاهز استاذ. الله يرضى عليك، روح وقف هنيك جنب بوري صوبيا. بدي ارمز بواسطة الشحار تبع بوري صوبيا عن سوداوية الحالة. كمان بدي ارمز ولا بقى بلا ما ارمز هلا. روح روح اقعد جنب منها وابدا الحوار. يلا يلا. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. أوكي حسون، دقيقة، قديش صار لك بمأوى العجزة يا خالي؟ استوب استوب. لك شو مأوى عجزة؟ مأوى عجزة؟ منين جبت هالأسئلة يا أخي؟ فرجيني لشوف. يا حبيبي عليك، ولك هالأسئلة هي أسئلة أم محمد يلي بدنا نعمل معها ريبورتاج بمأوى العجزة. وين أسئلة أم جميل؟ والله يا أستاذ يمكن نسيناها بالمكتب. يا حبيبي عليك شو ذكي. وشو بدنا نساوي هلا؟ شو بدك تسألها؟ خلص برتجل لي كم سؤال. ارتجل لشوف. يا الله. كم حين من الدهر انصرم عليك يا خالة وأنت قابعة هنا هكذا؟ استوب استوب. لك يا أخي احكي بالعامية هلا وبلا فصاحة. اوكي استاذ، شو حسون؟ جاهز؟ قديش صار لك ملحوشة لحش هون بالطريق يا خالي؟ من على بكرة الصبح. هل تشعرين بالإحباط وأنت جاثمة هنا على قارعة الطريق والذاهب والآتي ينظرون إليك شذرا؟ استوب استوب. ولك يا أخي حكيها بالعامية، رجعنا للفصحى المعدة تبعك. اوكي استاذ حاضر. شو حسون؟ عم تصور؟ طيب يا خالي، شو مشاعرك وانت هون قاعدة على الطريق مع الغراض والرايح والجاي عم يتفرج عليكي؟ الله لا يدوق هالشغلة إلا لعدوينك. طيب، هل تستطيعين التحدث عن جذور مشكلتك؟ ما فهمت عليك يا ابني. لك شو جذور ما جذور؟ غير السؤال تبعك. طيب يا خالي، هلا انت ليش بالشارع وبدون مأوى؟ لك يا ابني صار 100 واحد سائلني هالسؤال، شو قصتكم انتو؟ ستوب ستوب حسون. شو استاذ نكمل؟ لك كمل حبيبي كمل، منشيلها بالمونتاج. يا خالي جاوبي مثل ما جاوبتي اللي قبله، يلا بسرعه اذا بتريدي. طيب يا خالي، فينا نعرف ليش هلا انت بالشارع مع حفيدك؟ لانه ما معي 3000 ليره ادفعهم اجره الغرفه، فهمتوا ليش؟ مو معقول مو معقول بنوب، مشان 3000 ليره تتشرد اسره كامله؟ انا ماني مصدق، او بالاحرى ما بدي صدق. على كل أعزائي المشاهدين، هذا هو الواقع، ولا أملك إلا كلمة أخ أخ. عندما تستبد بالقلوب المشاعر الخبيثة، أخ من الإنسان أخ. حلوة كثير كلمة أخ، حتى نختم فيها الحلقة كثير حلوة. لحتى بتعرف أستاذ، بس أنت أعطيني فرصة أشوف شو بصير. جميل لساته برا شي؟ ما بعرف لساته لساته، شو بيعرفني؟ طيب اكلوا؟ ما بعرف. الله يوفقك يا عمي، معلش اخطي، خدي لهم شي لاني خليهم ياكلوها. لك ابني شو بدك فيهم؟ الجماعه لا بيقربونا ولا بينسبونا، استاجروا عنا شهرين زمان وكل واحد راح بحال سبيله. بس والله يا امي ما كان لازم نطلعهم من الاوضه، نحن غلطنا بحقهم كثير. وليش يا ابني حتى ما نطالعهم؟ كمان نحن بدنا نعيش. خلص ولا يهمك، انا بحكي مع ابو صبري دبرنا مستاجرين غيرهم وبشارتهم يدفعوا لي شهرين لقدام. طيب معلش امي، الله يوفقك، خذي لهم لقمتين خليهم ياكلوهم.
بيكون وجاع وخطي حرام. تفضلي. ماني جوعانة. الله يرضى عليك. كيف مالك جوعانة؟ كلي لك لقمة. انت شو بهمك اذا اكلت ولا ما اكلت؟ رميتيني انا وهالصغير مثل الكلاب بالطريق. لا تأخذيني يا ام جميل، والله مو بايدي، بس الحياة صايرة صعبة، صعبة كتير، واللقمة مرة. والله العظيم طلعتك من البيت غصب عني. قومي قومي لقلك معي. لوين؟ على اوضتك. والإجرة؟ بس الله يفرج عليك بتبقي تدفعيلي. كتر خيرك يا ام رشيد، كتر خيرك يا حبيبتي انتي. الله يوفقك ويوفق لك ابنك رشيد يا حبيبتي.